أرسنال بطل العام في البريمير ليج في انتظار ردة فعل السيتي في العام الجديد. الدوري الانجليزي بيشتعل او بمعنى ادق يعني بيزداد اشتعالا كده كده مشتعل. ارسنال ضمن الصداره قبل توقف المونديال بفوز على ولفرهامبتون، والسيتي بيخسر من برينتفورد في وجود هالاند، وليفربول بيحاول يرجع على الاقل للمنافسه بين الاربعه الكبار بعد ما كسب ساوثهامبتون النهارده في مباراه تالق نونيز، وتشيلسي لسه بيعاني وبيخسر قدام نيوكاسل. مفاجاه البطوله الموسم ده، كره حلوه كره ممتعه هنتحرم منها شويه، بس التعويض هيبقى في المونديال. مستعدين؟ يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. الدوري الانجليزي حلو، الدوري الانجليزي ممتع، الكره حلوه. مانشستر سيتي النهارده بيخسر قدام بريدفورد اللي عمل مباراه كبيره جدا قدام السيتي في وجود الدبابه البشريه اللي عنده كل الصفات البشريه والغير بشريه هالاند. النهارده السيتي بيخسر عشان يسيب ارسنال يبتعد بالصداره بعد فوزه على ويلفرهامبتون. ارسنال يبتعد بالصداره بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي. اداء رائع جدا من ارسنال. ارسنال مفاجاه كبيره، والكل بيراهن امتى ارسنال يسقط. حتى في ترند كده عالمي يقول لك امتى الفيل يقع من على الشجره. ارسنال لا يسقط، ارسنال عامل موسم رائع، ارسنال بشكل المواسم العظيمه ليه وجيل الاحلام مع ارسن فينجر هذا الموسم بيقدم مستويات رائعه جدا، مجموعه لاعبين رائعين جدا، اوديجارد ومارتينيلي وجيسوس وعدد كبير من اللاعبين طبعا المميزين اللي على راسهم وهيفضل على راسهم محمد النني اللي كلنا دلوقتي متعاطفين معاه جدا. تخيل لو محمد النني خد الدوري الانجليزي يبقى عندنا محمد صلاح مصري خد الدوري الانجليزي، عندنا محمد النني مصري خد الدوري الانجليزي. فين الايام دي؟ احنا ما كناش نحلم، احنا ما كناش نحلم ان يبقى في لاعب مصري يبقى من الاربعه الكبار في الدوري الانجليزي. امبارح كان عندنا مصري عظيم محمد صلاح بيفوز بالدوري الانجليزي مع ليفربول، وان شاء الله بكره يبقى عندنا مصري عظيم محمد النني يكسب الدوري مع ارسنال. تشيلسي لسه كده كده بيعاني وازمته ازمه كبيره، بس بيخسر النهارده من نيوكاسل احد ابرز المفاجآت في البريمير ليج هذا الموسم. وليفربول النهارده في مباراه تالق نونيز بيكسب ويخلي الامور احسن لليفربول ويخليه يقرب شويه للمربع الذهبي. تعالوا نشوف نتائج الدوري الانجليزي النهارده كانت عامله ازاي. نتائج كانت مهمه جدا وفيها مفاجات، ابرزها طبعا زي ما قلت لكم خساره مانشستر سيتي اليوم امام برادفورد 2-1، ليفربول النهارده فاز على ساوثهامبتون 3-1، وتوتنهام ابرز مباريات اليوم كانت مثيرة جدا مباراته مع ليدز يونايتد فاز 4-3، ونيوكاسل مفاجأة البريمير ليج زي ما قلت لكم فاز اليوم على تشيلسي اللي بيعاني جدا جدا بعد رحيل توخيل، خسر النهارده تشيلسي من نيوكاسل 0-1، وآخر مباريات اليوم أرسنال بيفوز على المتزيل ولفرهامبتون 2-0. دوري آخر قوي هو الدوري الإيطالي، ولسه نابولي عامل زي أرسنال كده فاتح على الرابع 3-2 النهارده مباراه في منتهى القوه امام اودينيزي. نابولي عامل اداء رائع جدا وعامل اداء مميز جدا. ده الدوري الايطالي. اما الدوري الالماني فالنهارده فولفسبورغ فاز 2-1، فوز يفرحنا عشان خاطر عمر مرموش، بس اللي زعلنا ان عمر مرموش خرج من هذه المباراه مصاب. وبايرن ميونخ فاز 2-0 على شالكا، وبايرن خلاص كده ممكن تعتبره انه مسك في الصداره ومش هينزل عنها تاني كعادته. يعني يبدا الموسم بايرن ميونخ في بعض النتائج المتراجعه، بس اول ما بيمسك الصداره بيبعد عن الكل. فبايرن دلوقتي ماسك الصداره وعمال يبعد عن الكل. بالمناسبه عمر مرموش
اصابته النهارده في المباراه، مباراه فولفسبورج وهوفنهايم، خرج بعد دقائق قليله من المباراه. الجهاز الطبي لمنتخب مصر تواصل مع الجهاز الطبي لنادي فولفسبورج الالماني بيساله عن حاله عمر مرموش، والجهاز الطبي للنادي الالماني ما رضيش يدينا رد واضح وجازم الا لما يعمل الاشعه الطبيه عشان يتاكدوا من حجم الاصابه، هل هيقدر يلحق مع منتخب مصر مواجهه بلجيكا الوديه ولا مش هيلحق. نتمنى انه يلحق طبعا، ونتمنى له قبل كل شيء السلامه عشان هو ماشي عامل موسم محترم جدا مع فولفسبورج السنه دي، ونتمنى له انه يبقى كمان في السنوات القادمه في اماكن افضل، وهو ماشي في الطريق دوت، ماشي في طريق منتظم جدا انه يمشي زي ما مشي باذن الله محمد صلاح قبليه. طيب منتخب مصر في اسماء كتيره خرجت من منتخب مصر، تم استبعاد 12 لاعب من المنتخب خلال هذا المعسكر عشان وديه بلجيكا. ناس كتيره سالت عن بعض الاسماء، احنا النهارده جايبين لكم بالتفصيل الاسماء ال 12 تم استبعادهم ليه من منتخب مصر، من كواليس المنتخب، كيف يفكر فيتوريا في الاسماء المستبعده من المنتخب لمواجهه بلجيكا، عشان لو حضرتك في اسم كنت عايزه يقعد هتعرف النهارده ليه تم استبعاده ولو بشكل مؤقت في هذا المعسكر عن مباراه المنتخب البلجيكي. تعالوا نبدا. اول الاسماء محمود جاد حارس المصري البورسعيدي، فضل روي فيتوريا استبعاده من القائمه لصغر سنه وقله خبرته الدوليه وصعوبه حصوله على فرصه في مواجهه صعبه امام بلجيكا، لذا اكتفى بالفتره التي قضاها مع المنتخب للتعرف على الاجواء وفكر الجهاز الفني. حسام عبد المجيد مدافع الزمالك تم استبعاده لقله خبرته وصعوبه المشاركه، لذلك فضل روي فيتوريا تركه للمنتخب الاولمبي للمشاركه في ودياتي المغرب واكتساب الخبرات الدوليه تدريجيا. عبد الله جمعه لاعب الزمالك تم استبعاده لعدم الجاهزيه الفنيه والبدنيه الكامله بسبب غيابه عن المباريات، واكتفى فيتوريا بالفتره التي قضاها اللاعب في المعسكر للتعرف على فكر الجهاز الفني، خصوصا وان ضمه من البدايه كان لكثره اصابات اللاعبين في مركزه. خد بالك ده من اكثر اللاعبين اللي اثاروا الجدل وناس كتير انتقدت فيتوريا، بس ده اللي كنا بنقوله، الراجل عايز يتعرف على اللاعبين عن قرب. طبيعي اي مدير فني بيفكر بالطريقه دي، مدير فني المنتخب هو عارف ان عبد الله واحد من العناصر اللي كانت موجوده في منتخب مصر قبل كده، فما فيش مانع انه يشوفه على الاقل في التدريبات، شافه ما لقوش جاهز 100% فالمستقبل هيكون لعبد الله جمعه لو بقى جاهز 100% في المباريات مع نادي الزمالك وشارك باستمرار. الاسم اللي بعده احمد عبد القادر لاعب الاهلي استبعد من القائمه لقله الخبره الدوليه وصعوبه المشاركه في مباراه بلجيكا، حيث اكد عليه فيتوريا في المعسكر على ضروره تنفيذ الادوار الدفاعيه التي تنقصه حتى يطور من مستواه، ودي نقطه مهمه جدا. احمد عبد القادر ناقصه الحته دي، مش زي طاهر محمد طاهر الحته الدفاعيه. محمد شريف مهاجم الاهلي تم استبعاده لقصه اللاعبين في مركزه سواء كمهاجم او لاعب جناح ايسر، حيث ان ترتيبه رقم 4 أو 5 في المركزين. زيكو لاعب حرس الحدود خرج من المعسكر لقله خبرته الدوليه وصعوبه المشاركه امام بلجيكا، حيث كان القرار من فيتوريا بضمه في البدايه لاستشعار اجواء المنتخب، خصوصا وانه يراه لاعبا جيدا. عمرو السيسي لاعب نادي الزمالك استبعد من القائمه لقله الخبره الدوليه وايضا قصه اللاعبين في مركزه محمد النني وطارق حامد وامام عاشور وحمدي فتحي ومحمود حماده. مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي خرج من القائمه بسبب وجود اكثر من لاعب في مركزه ورغبه روي فيتوريا في الاعتماد على المهاجمين المحترفين مثل مصطفى محمد واحمد حسن كوكا مع امكانيه الدفع محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح. باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي تم استبعاده من المعسكر لاسباب فنيه، حيث تم تفضيل الثنائي اكرم توفيق وعمر جابر عليه في الجانب الايمن. مروان عطيه لاعب الاتحاد السكندري تم ضمه للمعسكر لاعجاب روي فيتوريا بامكانياته ومستواه، الا ان وجود اكثر من لاعب في مركزه مثل محمد النني وطارق حامد ومحمد وحمدي فتحي وامام عاشور ومحمود حماده حاله دون استمراره في القائمه، علما انه اللاعب ده معجب بيه جدا فيتوريا. وهي دي الفكره اللي بقولها لحضراتكم دايما، ان انا ممكن اجيب لاعب معسكر واستبعده مش عشان انا مش مقتنع بمستواه، بس حاسس ان المستقبل ليه فعايز اشوفه عن قرب، فهو شايف في مروان انه هيبقى مستقبل ليه منتخب مصر. الاسم الاخر هو احمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا خرج لنفس اسباب شريف ومروان حمدي، وجود مهاجمين محترفين يفضل فيتوريا الاعتماد عليهم.
اخر اسم معانا هو خالد صبحي لاعب الاتحاد السكندري خرج من القائمه بسبب قله الخبره الدوليه وصعوبه المشاركه امام بلجيكا. ما لحقش خالد صبحي، بس هو لاعب يستحق التواجد في المستقبل، واحد من اللاعبين المميزين جدا، مدافع رائع جدا وعامل اداء رائع جدا مع الاتحاد هذا الموسم. اهم حاجه كل التوفيق لمنتخبنا قدام المنتخب البلجيكي، وهفضل لحد المباراه همشي مع حضراتكم واحده واحده، وهكرر واتمنى حضراتكم ما تفتكروش بالكلام اللي جاي ده ان انا ايه بهبطكم بخوفكم بقلقكم بقول لكم ان احنا وحشين ولا حاجه، ولا الكلام ده خالص موجود في حساباتي. وانا هقول الكلمتين اللي جايين، احنا بنلاعب منتخب بلجيكا مصنف تاني على العالم، اسم كبير، في هازارد بقى وفي دي بروين وفي جراسكو وفي تيليمنس وفي لوكاكو لو لحق وفي كورتوا في حراسه المرمى، وفي اسماء بص كلها اسماء كلاس ايه، مستوى اول، منتخب عظيم، منتخب اوروبي كبير جدا، واصلا المنتخب البلجيكي داخل بطوله العالم اللي جايه عشان تبقى الفرصه الاخيره لهذا الجيل العظيم لبلجيكا انه ياخد بطوله. ممكن تبقى الامور صعبه بس وارده، يعني ده منتخب داخل ينافس على كاس العالم. هنلعبه مباراه وديه وهيلعب بالفول تيم، هي اخر مباراه للمنتخب البلجيكي قبل ما يلعب مباراته الاولى في كاس العالم. فدي المباراة الاستعدادية الأخيرة. طيب ده معناه إيه؟ معناه إنه هيلعب مباراة أكنها في كأس العالم. إذن نهدى، نحاول نلعب مباراة محترمة، نحاول نلعب مباراة كبيرة، نحاول نلعب مباراة مشرفة، بس التوقعات العالية لأ، تلعب مباراة ودية. يعني ما تستناش من فيتوريا إنه يعمل مباراة عالمية، إن شاء الله نعمل مباراة عالمية بس ما تستناش، يعني مش لازم ده يحصل، لو حصل اهلا وسهلا، ما حصلش فده الطبيعي. تمام، ده واحد. اتنين، لا قدر الله، وانا بحب اسبق الاحداث، يعني لا قدر الله وارد ان احنا نخسر بنتيجه مش قليله. يعني المنتخب البلجيكي مثلا في كاس العالم اللي فات نفس الجيل دوت كسب المنتخب التونسي 5 في كاس العالم، جوه كاس العالم. تمام، فوارد لا قدر الله نخسر بنتيجه كبيره، ده برضو مش معناه ان احنا معانا مدرب فاشل لا قدر الله، ولا معانا لاعبين لا سمح الله لعيبه مش كويسه، بس نعرف احنا واقفين فين. يعني المواجهات اللي زي مواجهه بلجيكا دي انت ممكن تخسرها وتخسرها بنتائج كبيره، بس لما تلعبها لعيبتك تبدا بقى تتحسس هذه المستويات، تفهم هذه المستويات. لما نلعب مع مستويات زي بلجيكا بعد كده او منتخبات افريقيه كبيره نعرف نلعبهم. فالمباريات دي احنا ما نستناش منها نتيجه، ما تستناش منها انك لا اهم حاجه الاداء المشرف، ايا احنا تعادلنا مع بلجيكا، احنا كسبنا بلجيكا، انت ممكن تتعادل مع بلجيكا وتكسب بلجيكا لو بلجيكا مثلا لعبت وحش، فانت ما فهمتش ان بلجيكا ده منتخب كبير فهتلعب ازاي مع منتخبات كبيره بعد كده. يعني في تفاصيل، يعني انت ممكن الخساره في الاخر تبقى مفيده ليك، تبقى مفيده ليك. انا بس بقول الكلام ده ليه من بدري، عشان لا قدر الله نخسر نتيجه قليله، نخسر نتيجه كبيره، ما يطلعش بقى الناس اللي بتقول لك ايه لا فيتوريا ده هيودينا في داهيه، لا فيتوريا ده مش مدرب كويس، لا ده احنا منتخب مصر هيضيع مع فيتوريا، ونفضل نضيع في وقت ونقد على مباراه الطبيعي نخسرها. اللي مش طبيعي ان شاء الله يحصل ونعمل مفاجاه ان احنا نكسبها، نتعادل زي مصر كده في سنه 90 لما لعبت هولندا. الطبيعي ان مصر تخسر من هولندا وتخسر سكور كمان، عملنا مفاجاه وتعادلنا. نفس القصة مواجهة بلجيكا، هنحاول نلعب مباراة حلوة، بس لما نخسر، لما يبقى لا قدر الله في نتيجة مش قليلة، ده مش معناه ان احنا عندنا جهاز فني سيء وعندنا لعيبة سيئين ولا حاجة خالص، احنا بنتعلم المستويات ديت نشتغل معاها ازاي ونلعب معاها ازاي. انا بقول الكلام ده بدري عشان اول ما المباراة بتخلص تلاقي الكلام كله تحول. يعني احنا ممكن نقول الكلام ده دلوقتي، بس لما نلاقي الاداء لا قدر الله كان مش كويس نقول الحق ده المدرب دخلنا مقلب واللعيبه مش عارف ايه والكلام ده، لا خالص. زي ما قلت لكم بلجيكا في كاس العالم بنفس الجيل ده في 2018 كسبوا تونس جوه البطوله 5-5، كنت موجود انا في الاستاد في المباراه ديت، زعلت قوي على تونس وقتها. طيب عبر الهاتف الان واحد من نجوم الكره المصريه الكبار، واحد من الاسماء الكبيره في تاريخ منتخب مصر، الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر دايما مشرف ودايما منور. حبيبي يا كريم، حبيبي، حبيبي منك ابدا حبيبي، كله الحمد لله، والله كله تمام بفضل ونعمه الحمد لله. عدينا المهمه الصعبه مع فيوتشر، المهمه الاولى الصعبه،
وبصراحه الواحد فخور بفيوتشر انه مشاركه اولى ويقدر يوصل لدور المجموعات. ربنا يخليك حبيبي. الحمد لله والله فضل ونعم، نشكر ربنا سبحانه وتعالى ان كل مجهوداتنا. وبشكر كل الناس اللي في النادي، بشكر مجلس الاداره والكابتن علي ماهر وجهازه واللعيبه وكل الناس اشتغلت واجتهدت والله. فربنا سبحانه وتعالى يمكن لو كنا تعادلنا 0-0 ما كانتش الناس هتحس بالمعاناه اللي احنا حسيناها في الملعب. ممكن يكون بيكبر لنا الفوز، وده الحمد لله اكتسبنا خبرات كبيره ممكن نقابلها في الادوار اللي جايه. ممكن لعبنا ضربات الجزاء فممكن ده تقابلنا تاني. صح. يعني اكتسبنا خبرات كبيره جدا في المباراه وفي في المواقف، لان لو ما كانش لعبنا ضربات جزاء ما كناش هنعدي بيها. فطبعا الناس اللي جابت والناس اللي ضيعت وجنش وساعدوا، يعني حاجات كتيره جدا بتلعبوا كلها مكاسب. بتلعبوا مع فريق كبير برضه في القاره الافريقيه له اسمه طبعًا. يعني ودايما مشارك في دوري ابطال افريقيا بريميرو دي اوستو، واحد من الفرق يعني اللي مش سهل، يعني انت ما عدتش على منافس سهل فعديت منه بسهوله يعني. بالظبط بالظبط، انت بتلعب فرقه نازله من دوري الابطال، فهي طبعا فرقه كبيره ولها تاريخ وفرقه محترمه في الملعب كمان. يعني صحيح. محترمه في الملعب. فدي كمان حضرتنا للليفل اللي احنا رايحين له. مفيش حاجة سهلة. وانت عارف بص الناس اللي طلعت نفس الموضوع، نفس اللي طلعت نهضة بركان حامل اللقب مرتين، الصفاقسي، يعني كذا فرقة طلعوا. اظن ان هي الحمد لله، بنقول الحمد لله ان هم بعد عن المشوار بتاعنا يعني. صحيح. طيب عدم وجود لاعبي من فيوتشر في منتخب مصر في المعسكر الحالي مستغربه ولا شايفه عادي؟ لا طبعا مستغربه جدا طبعا. مش يعني مش تحيزا للعيبه بتاعتنا، لكن الحمد لله احنا عندنا لعيبه مميزين جدا. نحترم الجهاز الفني ونحترم المدير الفني منتخب مصر، ودايما احنا في ظهره، ودايما اختياراته هو الوحيد اللي شايل المسؤوليات ومن حقه يشوف كل الناس. لكن كنت اتمنى انه يكون موجود مع ناس موجودين. ودايما لما مش هيروح لعيبته اكيد هزعل يعني، وده شيء طبيعي جدا، لكن مش هختلف معاه تماما. ان احنا دايما عشان فاقد الشيء لا يعطيه، ان انت لازم انت مدعم الناس. واول مره في تاريخ مصر يبقى عندنا مشروع، اول مره مدير فني يمضى 4 سنين، ده ما حصلتش خالص تقريبا يعني. ما شفتهاش قبل كده ان في مدير فني يمضي 4 سنين، فاحنا في مشروع. طب كابتن عبد الظاهر، انت بقى كمدير رياضي في نادي فيوتشر وانت عارف لعيبتك اللي بيبقى عندها اكسبكتيشن او توقعات انها تخش المنتخب في الوقت ده، وانت بقى انت معاهم، انت مش مجرد مدير رياضي، انت معاهم واحد من كباتن الكبار لمنتخب مصر، بتقول لهم ايه في المواقف اللي زي دي؟ بص هي اختبارات، وهل انت هتكمل ولا انت كنت منتظر ان لو المره دي ما رحتش فانا خلاص بقى همت، فاهمني؟ لا، بنجدد الدوافع عليهم. وطول ما انت لعيب كويس كده كده الاستمراريه هي الفاصل ما بين اي لعيب. صحيح. انا بقول ان استمراريه، وان انت النهارده انت مدير فني هو اللي رد فعل ليك، مش انت اللي مش انت اللي رد فعل، هو اللي برد فعل. هل انت جامد؟ هل انت بتكسب فرقتك؟ هل انت في كل الماتشات كويس؟ يعني هل انت بتجيب 100% في كل ماتشات لعدد زمن طويل؟ محدش هيقدر يقول لك لا. صحيح. لكن احنا عندنا اسماء يعني كنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين يعني بشكل كويس، خاصة مثلا عمر كمال قديم، يعتبر قديم في منتخب مصر. صح. مهند لاشين، محمود مرعي، ناصر ماهر، يعني في مجموعة كبيرة انها تقدر تقول. بالمناسبة محمود مرعي تحديدا عامل موسم رائع جدا يا كابتن عبد الله، جدا جدا. السنة اللي فاتت فمفيش مشكلة خالص. لسه المشروع لسه انا شايف ان هو لسه بيتبني. فطول ما هو لسه متبني وما لقاش 11 بيلعبوا 4-5 ماتشات ورا بعض، هم اللعيبه ديت، يبقى احنا لسه بنبني في المشروع. طيب. طول ما انت بتبني في المشروع انت ليك مكان موجود، بس صحيح. مين اللي هيقول القرار؟ انت مش المدير الفني. صحيح. طيب كابتن عبد الظاهر، احنا هنواجه بلجيكا، منتخب كبير، منتخب مصنف طبعا. ثاني عالميا وعنده طبعا. اسماء عظيمه جدا. كنت لسه بقول في المقدمه قبل ما حضرتك تدخل انه حلو ان احنا نلعب مباراه محترمه قدام بلجيكا، بس مش المفروض المباراه دي تقيموا بيها اي حاجه، لا تقيموا مدير فني ولا لاعبين، عشان عاده لما لا قدر الله بنخسر مباريات زي ديت الناس تتحول او تنقلب على الجهاز الفني واللاعبين والمنظومه بالكامل. عايز اسمع نصيحه حضرتك.
لا برافو جدا، ان احنا لازم نبص بانهي عين. يعني انت بتتفرج على الماتش ده ليه؟ ما انت لازم برضو كمتفرج او محلل او اي حاجه بتتفرج الماتش بنفس الاحتياجات اللي مدير الفني بيشوف الماتش فيها، انت لازم تنقلب بيها. صحيح. لازم انت النهارده بتلاعب ليفل انا بشوفه من المستوى الاول في العالم مش المستوى الثاني. طبعا. تمام. وحتى الناس كلها بتلعب في التوب ليفل ولاعيبه كبيره جدا، انت لسه جاي مدير فني، لسه بتبني شخصيه المنتخب، لسه مدير فني جديد، لسه ما عارفش اللعيبه. حتى الامكانيات اللي موجوده دلوقتي ما تقدرش تقيس عليها اي حاجه، فلازم انت الوقت هو بيجرب في الليفل ده انت هتبقى عامل ازاي؟ صحيح. انا هعمل ايه؟ انا ممكن لا قدر الله، وده عشان برضو بنجهز الناس وبنحضرهم، ممكن اخد نتيجه تقيله، صح، وممكن اتعادل، صح، وممكن ما اتغلبش، ممكن اكسب. احنا دخلنا البرازيل شوقي في اول ماتش دخل حط جون، يعني فاهمني، اول مثلا كنا بنلعب الكاميرون في تصفيات كاس العالم دخلنا حطينا جون، صح، يعني فاهمني كل السيناريوهات موجوده، لكن احنا مفروض ما نتخضش، مفروض ما نبقاش رد فعل شرس للمدير الفني. مش بقول كده حمايه للناس اللي موجوده، لا، انا مع فكره المشروع، ودايما الفكره دي عاوز انفذها حتى لو هي تتنفذ 50 60%، بس عايزين ننفذها، عايزين حد يستمر معانا بشكل كبير جدا، ولو احنا مش واثقين فيه ما كناش جبناه خلاص. بالظبط. يعني ما كناش جبناه. طيب كابتن عبد الظاهر، عايز اسالك بقى عايز اسالك سؤال المدافع الكبير بقى. احنا دلوقتي عندنا الونش مصاب، وعندنا عبد المنعم مصاب، ومتولي مصاب، مين يلعب جنب حجازي المباراه ديت من وجهه نظرك؟ والله انا مع ان انا في الماتش ده لازم العب الناس الخبرات اللي موجوده عشان ما اظلمش الناس الجداد، فانا ما بين اسامه جلال وما بين علي جبر. يعني الاثنين دول، علي جبر بيتميز ان هو لعب جنب حجازي كتير جدا مع كوبر، ووصلنا كاس عالم بيهم وعملنا نتائج هايله جدا، بس كوبر طريقته هي اللي ما كانتش بتعمل بتظهر اخطاء المدافعين، ما كانش بيعمل عمليه واحد ضد واحد خالص تماما، يعني ما بيعرضهمش للموقف ده خالص، فكان دايما عشان الفرقه توصل لك كانت لازم من على الجنب بكروس او كور طويله، فانت كده في ترانسفر الطول فبيظهر الايجابيات بتاعتك. فده اللي بيميز علي جبر مع حجازي. اسامه انا عايزه يكتسب الخبره دي، انا عايزه يدوس في الماتش ده، انا عايزه يتخض الخطه دي، انا عايزه يلعب قدام لعيبه تقيله في العالم، فده هيكسبه خبره بشكل كبير جدا، لانه من الناس العناصر الكويسه اللي انت تقدر تبني عليهم بعد كده. فلعيب صغير جنب لعيب كبير مع ماتش زي ده ممكن يديله خبرات ممكن ما نقدرش بعد كده نديها له. صحيح. فاهمني؟ فدول الاثنين اللي ممكن المدير الفني بقى حالتهم عامله ازاي؟ اللعيبه اللي هتلعب عليهم هتبقى عامله ازاي؟ هو بقى اللي يقرر. بس الاثنين دول انا اقوى اثنين ممكن ارشحهم جنب حجازي. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساعي، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، نجم منتخبنا الوطني الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المميزه كالعاده. يعني بس هو باختصار كده، نلعب المباراه واحنا مستمتعين، بنلعب مع بلجيكا، احنا محرومين من كاس عالم، محرومين بالتواجد من كاس عالم، فحلو ان احنا نلعب مع منتخب كبير من المنتخبات المرشحه للفوز بكاس العالم قبل البطوله، تخلينا نستمتع، تخلينا فرحانين، تخلينا مبسوطين، ما نخش بقى المباراه بنرفزه وبعصبيه واحنا هنكسب ولا هنخسر واحنا ازاي واحنا الكلام اللي بيتقال ده دايما. نلعبها بهدوء، نكسب يا سلام على المفاجاه الحلوه، نتعادل يا سلام على الاداء العظيم، نخسر لا قدر الله عادي عادي، بنتعلم عادي. ما خد بالك، انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، في كتير قوي من المدربين واتحاد الكوره، مش اتحاد الكوره الحالي بس، اي اتحاد كوره، يقول لك ايه، لا لا يا عم ما تلعبناش مع المنتخبات دي نخسر، يعملوا لنا ازمه ويعملوا لنا مشكله، فتعالوا نلعب مع منتخبات على قدنا، نلعب مع مدغشقر، مع رواندا، مع الكونغو، مع ملاوي، نلعب في حاجات في السهل كده نكسبها، وفي الناس تقول علينا حلوين وشاطرين. ده غلط. تعالوا نشجع الناس، تعالوا نشجع المدير الفني للمنتخب والجهاز الفني للمنتخب، تعالوا نشجع اتحاد الكوره، لا عايزين نلعب مع منتخبات كبيره. لما هتلعب مع منتخبات كبيره هتتعلم تلعب مع منتخبات كبيره في المنافسات الرسميه، فتعرف تبقى ند ليهم. عشان خلينا منطقيين،
احنا معظم اللاعبين اللي عندنا هم لاعبين محليين، فما بيلعبوش مع الليفل ده كتير. لكن لما تيجي تلعب مع السنغال، السنغال كده كده لعبتها بتلعب في الليفل ده طول الوقت في الدوريات الكبرى، فما عندهمش مشكلة. لكن احنا في لعيبة عندنا مع كامل الاحترام، يعني مثلا هدي مثال على سبيل المثال، يعني علي جبر، أسامة جلال، علي جبر أو أسامة جلال مثلا، أنا الجون في دماغي في السنتر باكس يعني المدافعين دول، لما بيجوا يلعبوا في الدوري المصري بيلعبوا مهاجمين عاملين ازاي؟ مهاجمين محترمين ومجتهدين وكل شيء تمام. لكن لما كوليبالي بتاع السنغال، مدافع السنغال، بيلعب مع تشيلسي قدام هالاند في الدوري الانجليزي، قدام مانشستر سيتي ومعاهم هالاند، فاهمين الفرق؟ عشان كده كوليبالي هيبقى اثقل، هيبقى اقوى، هيبقى افضل. ليه؟ لعب في مستويات كبيره. احنا بنلعب وسطينا هنا في الدوري المصري ونقول اللعيبه دي كبيره وعظيمه، ما هي كبيره وعظيمه بس في الدوري المصري في الليفل ده. لكن لما نيجي نلعب في ليفل اكبر، لعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي، ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي بقى احنا ما نعرفش احنا هم بيلعبوا كوره ازاي كده؟ مش دي الكوره بتاعتنا؟ الناس دي بتجري بسرعه قوي كده ازاي؟ بينقلوا الكوره بسرعه ازاي كده؟ ازاي المدافع بيخش بالقوه دي؟ تعود، اتعود انه يعمل كده. احنا مش متعودين نعمل كده، فلازم نلعب المنتخبات دي عشان نتعود، عشان نعوض فكره ان احنا ما عندناش لعيبه محترفين كتير في الدوريات الكبرى. حلو، ان شاء الله يا رب يكرمنا باذن الله ونعمل مباراه محترمه. تعال نروح نكمل اخبارنا النهارده، ومصدر في النادي الاهلي قال لنا في رقم 10 ان رامي ربيعه قعد مع المسؤولين في لجنه التخطيط بالنادي الاهلي وقال لهم انه تلقى 3 عروض في الايام الاخيره من بعض انديه الدوري الممتاز. ولجنه التخطيط قالت لرامي ربيعه، قالت له اصبر شويه، اصبر لما كولر ياخد قراره، لما يشوفك اكتر في المباريات. لسه كولر ما خدش قرار، ولسه كولر لما يرجع من الاجازه هنقعد معاه وهنعرف هو بيفكر ازاي. ما تستعجلش حسم اي عرض في الفتره اللي جايه. وكمان كولر لما يرجع من السفر ان شاء الله من الاجازه اللي واخدها حاليا، هيتكلم معاهم على التجديد لياسر ابراهيم وحسين الشحات وبعض اللعيبه اللي عقودهم هتخلص في نهايه الموسم. المفاجاه بقى ان بعض الاعضاء في لجنه التخطيط واداره الكره متبنيين جدا فكره ان يتم التجديد لرامي ربيعه ولو لمده موسم اخر تحسبا لاي ازمات في الدفاع، واستشهدوا بالوضع الحالي اصابه محمود متولي ومحمد عبد المنعم، وانا هستشهد معاهم بالموسم الماضي او نهايه الموسم الماضي لما الاهلي كان فيه اصابات كثيره في الدفاع، شارك رامي ربيعه وادى رامي ربيعه بشكل محترم وانضم للمنتخب مع تالقه في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. رامي ربيعه عنده ميزه، عنده ميزه ممكن تبقاش موجوده في لعيبه كتير، انه رامي لما بيغيب ويرجع بيرجع كويس، ما بيتاثرش. وبعدين هو بيحب النادي الاهلي جدا، هو من ابناء النادي الاهلي، فما بيبقاش عنده المشاكل الكتيره اللي هي بتاعه انه انا ما بشاركش، انا ما بلعبش. طبعا هيبقى زعلان ان هو ما بيلعبش اكيد، بس ما بيعملش مشاكل. فالنوعيه دي من اللعيبه انت كمدرب بتبقى محتاجهم، اللي هو اللاعب اللي ممكن يبقى اختيار 3 أو 4، بس لما اعوزه هلاقيه، مش هيكون متضايق بقى وقرفان وزهقان فلما يجي يلعب فهي ما يديش كويس. فالنوعيه بتاعت رامي دي مهمه في رايي انها تبقى موجوده في اي فريق، انه يبقى موافق او مش موافق، انه لو بقى التالت او الرابع مش هيعمل ازمه. ما فيش لاعب بيبقى عايز يبقى التالت والرابع، طبعا عايز يبقى رقم واحد، بس لو بقى التالت والرابع ما بيعملش ازمه فسيبه. ده رايي يعني، الله اعلم طبعا تفكير مارسيل كولر اللي هيقوله لجنه التخطيط لما يرجع من السفر. مصدر في النادي الاهلي قال رقم 10 ان مارسيل كولر حصل على تقرير تفصيلي من الكابتن سامي قمصان والدكتور احمد ابو عبله عن حاله محمود متولي بعد اصابته في معسكر المنتخب، والتقرير كان فيه تفاصيل اصابه اللاعب ومده غيابه والبرنامج التأهيلي اللي بيخضع ليه، وده كان بطلب من كولر بعد الاصابه مباشره. وغياب محمود متولي عن النادي الاهلي بحسب ما وصل الى كولر هيكون لمده 4 أسابيع. انا هيرجع مع نص الشهر الجاي غالبا نص الشهر الجاي. طيب نروح لاخبار نادي الزمالك. جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك استقر على التعاقد مع مدافع جديد خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله، وفي جلسه هتجمعه مع اداره الكره في النادي الزمالك هيقدم فيها طلبه، خصوصا في ظل تاكد غياب الونش فتره طويله قد تصل ل7 أشهر بعد العمليه الجراحيه اللي اجراها في العضله الخلفيه بعد اصابته بقطع في اوتار العضله الخلفيه. بالمناسبه
النهارده اتقال كتير قوي انه نادي الزمالك بيدرس او بيفكر انه يقطع اعاره او يتفق مع الاتحاد انه يقطع اعاره محمود علاء وياخد اللاعب مره اخرى في يناير. انا عايز اقول لحضراتكم ان انا اتاكدت من نادي الزمالك وتاكدت من مصدر مقرب من اللاعب انه الكلام ده مش مظبوط ومحمود علاء مكمل مع الاتحاد لنهايه فتره اعارته، والزمالك لو فكر هيفكر في ضم لاعب اخر. جوزالدو فريرا اخطر جهازه المعاون في الزمالك برفضه فكره خوض اي مباراه وديه خلال فتره التوقف الحاليه بسبب النقص العادي في صفوف الفريق بسبب الاصابات وانضمام الكثير من اللاعبين للمنتخبات الوطنيه، ويضم المنتخب الاول من الزمالك كل من محمد عواد وعمر جابر وامام عاشور واحمد مصطفى زيزو استعدادا لوديه بلجيكا يوم 18 نوفمبر، وفي نفس الوقت يتواجد الرباعي محمد حسام بيسو ومحمد طارق وحسام اشرف وحسام عبد المجيد في صفوف المنتخب الاولمبي، في حين يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري في معسكر المنتخب التونسي. الاولين دول كانوا في المنتخب الاولمبي وسيف الجزيري مع المنتخب التونسي استعدادا لكاس العالم. قائمه المصابين طبعا اللي فيها نادي الزمالك حاليا تضم احمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وابراهيم نضاي ونبيل عماد دونجا ويوسف حسن. صوت كتير كتير جدا. طيب التونسي حمزه المسلوسي لاعب نادي الزمالك قرر تاجيل الحديث عن فكره تجديد عقده مع نادي الزمالك لنهايه الموسم الجاري، خصوصا بعد ما تلقى عروض شفهيه من جانب انديه عربيه في الفتره الاخيره، وكمان معروف ان عقده ينتهي مع الزمالك بنهايه الموسم الجاري، وحتى الان الزمالك لم يتحدث مع اللاعب حول فكره تجديد عقده، خصوصا انه تم رفع الملف لفريرا لكنه قرر الانتظار لنهايه الموسم لو تم عرض الامر عليه. حمزة المسلوسي كان حاجة وبقى حاجة تانية خالص مع فريرا. قبل ما يجي فريرا انت ما كنتش بتفهم اصلا حمزة المسلوسي ازاي اصلا لاعب دولي في المنتخب التونسي، كان بيقدم مستويات صعبة جدا مع نادي الزمالك جدا. لما جه فريرا غير الراجل خالص، وهنا نرجع نقول ايه، انه الاصل مش في امكانيات اللاعب، الاصل في توظيف المدرب لامكانيات اللاعب. عشان كده لما فريرا وظفه صح، لما اشتغل معاه صح، فحمزة المسلوسي تألق وأصبح من اللعيبة اللي الزمالك يحب يجدد التعاقد معه ويحب أنه اللاعب يكمل مع الفريق. طيب واحد من أبرز المتألقين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم انفجر مستواه جرانيت شاكا لاعب أرسنال، اشتكى من إصابة في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون وتم استبداله بالفعل في الدقيقة 16. اللاعب ظهر عليه علامات القلق والغضب الشديد بعد اصابته قبل ايام من انطلاق كاس العالم. انتوا عارفين شاكا هو قائد المنتخب السويسري، والمنتخب السويسري عاده يعني ما فيهوش نجوم كثيره، فيه نجوم بس مش كثيره قوي، فواحد زي تشاكا واحد من افضل لاعبي الوسط في العالم دلوقتي عامل موسم عظيم ورهيب مع ارسنال، هيبقى خساره فادحه للمنتخب السويسري لو غاب عنه في كاس العالم. النهارده انجاز تاريخي يا ساده، إنجاز تاريخي يا سادة للرياضة المصرية، إنجاز عظيم، إنجاز رائع، إنجاز مدهش. بطل مصر زياد السيسي بيحصد برونزية تاريخية بكأس العالم لسلاح السيف، وهي أول ميدالية لمصر في سلاح السيف. النهاردة زياد قدر يحصل على هذه البرونزية في كأس العالم لسلاح الشيش المقام حاليا في الجزائر، بعد ما قدر يفوز في الدور ربع النهائي على الفرنسي مكسيب بنتيب قبل ما يخسر في نصف النهائي من المصنف الثاني عالميا الجورجي ساندرو بازاتزي بنتيجة 15-13، ودي أول ميدالية في تاريخ مصر في لعبة سلاح السيف. زياد السيسي واحد من اللاعبين اللي إن شاء الله بإذن الله نشوفهم في الأولمبياد، واحد من الأسماء الكبيرة. حلو لما ناخد ميدالية في كأس العالم أو في بطولة العالم للسلاح، حاجة عظيمة وحاجة نفتخر بيها. يا رب دايما كل الألعاب في مصر تحقق إنجازات عظيمة وكبيرة زي دي. رياضة السلاح تحديدا أداء فيها، أداء المصريين فيها أداء رائع جدا، متفائلين إن احنا نعمل حاجة أكبر كمان في الأولمبياد. ميدالية في كأس العالم ده شيء عظيم، شيء نفخر بيه، شيء نفرح بيه، شيء يعني يخلي رقبتنا في السماء. معانا عبر الهاتف الآن الكابتن زياد السيسي بطلنا المصري الكبير اللي حصد اليوم برونزية بطولة العالم في السلاح السيف. يا كابتن زياد مشرف ومنور ومليون مبروك، رفعت راسنا للسماء.
الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا شكرا جدا على المداخله الجميله دي، ربنا يخليك. شكرا حبيبنا والله، ده احنا اللي شكرا ليك انك النهارده فرحتنا. بس قول لي كده بقى، الانجاز ده حصل ازاي؟ عشان انت يعني عرفتنا وفاجئتنا النهارده، واحنا كنا يمكن مقصرين شويه لعدم المتابعه، بس يكفينا فخر ان انت النهارده عملت الانجاز العظيم ده. الحمد لله، دي كاس عالم في الجزائر، اول كاس عالم في السيزون التاهيل. يعني ده ان شاء الله هو الهدف في التاهيل لاولمبياد باريس 2024، ودي اول بطوله. فالحمد لله ربنا كرم ووفق باول ميداليه في تاريخ سلاح السيف، ميداليه برونزيه. بس طبعا اليوم مش سهل، بس الحمد لله توفيق ربنا كان كبير قوي يعني، وربنا اراد ان احنا نتبسط النهارده. ايه اللحظه الاصعب بالنسبه لك حتى وصلت لهذه النقطه، نقطه الميداليه في هذه البطوله؟ لا لحظات كتير كلها لحظات، احنا بقى لنا عمر نفسنا نوصل يعني للانجاز ده. بطولات كتير بنقرب، كتير قربنا كذا مره، عملت دور 16 كذا مره، كنت قريب من دور الثمانيه كذا مره، كسبت ابطال عالم قبل كده. بس يعني اول مره الحمد لله نتوفق. النهارده يعني بكلمك عن النهارده تحديدا، ايه اللقاء اللي كان صعب؟ النهارده تحديدا؟ النهارده كان صعب. انا كنت في اول 16 في التصنيف العام السيزون اللي فات، فالاول 16 دول مش بيلعبوا الدور التمهيديه. بس بعد اخر السيزون بقيت ال 21، فاضطريت العب الدور التمهيديه، فبدات من اول البطوله. اول امبارح لعبت دور المجاميع، كسبت 4 ماتشات، خسرت ماتشين، وبعد كده لعبت ماتشين ضد لاعب تونسي، وبعد كده لاعب مجري عشان اتاهل للبطوله الاساسيه اللي هي النهارده. والنهارده بدات من دور 64 مع بطل فرنسا. النهارده معظم ماتشاتي هنلعب من 15 لمسه، معظم الماتشات خلصت 15 14 الحمد لله على يعني اخر لمسه، ربنا كرم. لعبت بطل فرنسا، لعبت بطلين فرنسا، اخر واحد فيهم اللي جايب تاني في بطوله العالم اللي فاتت. لعبت بطل ايطاليا، لعبت بطل تركيا، لعبت اثنين من فرنسا وايطاليا وتركيا. وبعد كده بطل جورجيا اللي كسب الذهب، هو اللي انا خسرت منه في السيمي فاينل 15 13. يا كنا قريبين كمان، يعني كنا قريبين جدا. هارد لك بس الله. مليون مبروك لينا، اول ميداليه في تاريخ مصر بكاس العالم لسلاح السيف، اول ميداليه لسلاح السيف. نستنى ميداليه في الاولمبياد يا رب ان شاء الله، دعواتكم ان شاء الله. ان شاء الله حلم باذن الله. احنا كده كده بندعي، المهم انت بقى تبقى جاهز. ده اهم حاجه. والله انا بتمرن. ربنا معاك. توفيق ربنا وان شاء الله نجيبها باذن الله. ربنا معاك، ربنا معاك كابتن زياد، الف مليون ربنا مبروك. خليك، انا معايا كابتن شريف البكري، هو ممكن منتخب مصر، هو مدربي، و يا ريت مع حضرتك، يا ريت نكلمه يقول لك التفاصيل اكتر مني. يا ريت نكلمه. يا كابتن شريف مليون مبروك، مشرف ومنور. الله يخليك يا فندم، ازي حضرتك؟ والله شرفتونا ورفعتوا راسنا وفرحانين بيكوا قد الدنيا. الله يخليك يا فندم، احنا سعداء جدا ان احنا يعني قدرنا نسعد المصريين النهارده الحمد لله. والله قول لي بقى، الانجاز العظيم دوت انتوا كنتوا محضرين له، عارفين ان انتوا هتوصلوا للنقطه ديت، انا عارف انه اكيد في صعوبات وفي تعب كبير جدا عشان توصلوا للانجاز التاريخي ده. هو الحمد لله بفضل الله يعني تدريبات مكثفه قبل اول بطوله كاس عالم. والبطوله باديه طبعا بدايه، لان دي بدايه تاهيل الموسم الدولي، ودي بدايه المشوار لباريس 2024. فالعالم كله طبعا جاي وجاهز وبيبدا يعني بشكل جيد جدا. البطوله فيها اكثر من 187 لاعب، حوالي 48 دوله. وزياده الحمد لله النهارده يعني طبعا هو كان الاول، كان مصنف زي ما قال لحضرتك ان هو كان من اول 16، فما كانش بيلعب اول يوم. بعد نهايه الموسم اللي فات بقى ترتيبه ال 21، فبدا يلعب اول يوم. هايل. يمكن اول يوم ده بيبقى صعب جدا، بس الحمد لله هو اداه بشكل جيد جدا. مشواره طبعا كان في الدور الاولانيه يعني كان 4 ماتشات من اجمالي 6، بعد كده كسب لاعب تونسي، بعد كده لاعب مجري، وتأهل اليوم الثاني. اليوم الثاني بصراحه كان يوم صعب جدا، من بدايه اليوم يعني مشواره صعب جدا، اول يوم بطل فرنسا، وبعدين الماتش كله 15 50 15 14 يعني بتعتبر بفرق لمسه. بعد كده بطل تركيا،
برضو نفس الكلام 15-14 فدي لمسه. ومعظم الماتشات بقى اللي بعد كده كلها ماتشات، كمان بطل فرنسا الثاني اللي كان واخد مركز ثاني في بطوله العالم اللي كانت بتقام في القاهره الموسم اللي فات، فده برضو كان ماتش صعب جدا وقدر يكسبه برضو 15-14 وعمل كامباك كبير زياد يعني، كان خسران وعوض والحمد لله لحد لما كسب. وبرده بطل ايطاليا وقدر ان هو الحمد لله برده يفوز عليه 15-14، دي كانت برده اصعب مباراه تعتبر قبل زياد، هو كان اللاعب ده، لان اللاعب ده هو مصنف وحاصل تقريبا على اكثر من 10 ميداليات في كاسات العالم والجائزه الكبرى، يعني لاعب خبرته كبيره جدا. عظيم جدا. طيب انا دايما سؤالي اتفضل لا اتفضل يا فندم. بس طبعا الماتش ده يعتبر كمان صعب جدا لان البطل ده كان مصنف وتقيل قوي، لعيب تقيل وفي نفس الوقت برضه هو لاعب اشول وغالبا دايما احنا ما بنلعبش لعيبه قويه قوي شول في مصر، فده كان ماتش يعتبر صعب جدا. وعمل زياد فيه كامباك، كان خسران 15 تقريبا 11 وقدر ان هو يعوض لحد لما كسب 15-14. طيب احنا بالنسبة لنا الانجاز ده هو انجاز تاريخي بكل تأكيد، بس انت بالنسبة لك بقى كمدرب، ما انا هكمل معك كمدرب، انت كنت متوقع ان احنا نحصد ميدالية زياد يحصد ميدالية، ولا دي ممكن تتحط تحت مثلا بند المفاجأة؟ لا انا دايما والله ده بقى متفائل وعندي ثقه كبيره الحمد لله في اللعيبه وفي المجهود اللي بيتبذل، وطبعا لان في ورانا قاطره دعم في كل الاتجاهات يعني. عظيم. فانا دايما بيبقى عندي ثقه ان احنا نقدر نعمل حاجه، بس ان انت تجيب ميداليه دي ما بتبقاش مضمونه بدرجه كبيره، لان احنا مش بنلعب العاب رقميه. اللعبه دي بتبقى ليها، انت بتلاعب مين عنده خبره تقدر لعبت معاه قبل كده، قدرت ان انت تفوقت عليه قبل كده او لا، بلس الحكم برضه بيبقى ليه هو طرف في الجيم كبير قوي. وطبعا انت عارف برضه بعض الدول الكبيره بتبقى الحكام بيبقوا عارفينهم بشكل كبير، بيقدروا ان هم كانوا لعيبه كسبوا قبل كده، يعني انت عارف حد فيه بقى فيه سنه مش تحيز، بس بيبقى دايما الحكم عارف ان اللاعب ده بيكسب واللاعب ده لسه ما كسبش قبل، ما عملش ميدالي قبل كده برضه، فبيبقى في حته عاطفه اللاعب اللي قدامه وزنه عامل ازاي. مفهوم. فانت لازم تلعب، فكنا متفق انا وزياد ان احنا لازم نلعب بقوه وتبقى لمساتنا واضحه واللمسات يعني قدر الامكان تبقى كبير جدا للحكم، علشان ما الحكم يا اما ما يتلخبطش او ما يجيش في صف اللاعب الثاني، يعني دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، وانا عارف انها بتبقى صعبه يعني. عظيم. ولكن الحمد لله النهارده توفيق ربنا يعني معظم اللمسات اللي هي كانت 14-14 وخلصنا 15-14 دي كانت لمبه واحده، ودي بتبقى صعبه جدا وبتبقى نادره جدا في لعبتنا يعني، لان اللعبه دي قويه وسريعه وحضرتك بتجيب فيها التارجت بالبوينت او بعرض السيف، فدايما بيبقى في حته اللمبتين موجودين. من فضل الله علينا النهارده 14-14 دي معظم اللمسات كانت لمبه واحده لزياد، فكان الحكم ما بيقدرش يقول اي حاجه يعني. عظيم جدا. طيب انا عارف ان في بطولات جايه وفي بطولات مؤهله بعد كده للاولمبياد، حضرتك تشرح لنا بس احنا ازاي نقدر نوصل الاولمبياد باكبر عدد من اللاعبين، هدفنا اصلا يبقى عندنا كام لاعب في سلاح السيف وسلاح اخر، يعني احكي لي او اوصف لي الوضع عشان نستنى ايه في الاولمبياد باذن الله. هو ان شاء الله التأهيل رسميا هيبدا من 1/4 القادم، واحنا التارجت اللي احنا حاطينه مع الاتحاد المصري للسلاح ان احنا نتأهل بفرقتين، فريق رجال وفريق سيدات. عظيم. فاحنا مش بنشتغل على انديفيدوالز، احنا بنشتغل على تيم. هايل. فان شاء الله طبعا كل البطولات اللي حضرتك بتلعبها دلوقتي اللي هو من بدايه الموسم دي لحد شهر 4 ونستمر في التأهيل لمده سنه، يعني من 1/4 لحد 30/3 السنه اللي بقى في 2024 بينتهي التأهيل. ممتاز. واخد بال حضرتك؟ ممتاز. فبالتالي احنا هيبقى المشوار كبير، بس احنا دلوقتي احنا لسه لاعبين اول الموسم، فالتارجت بتاعنا ان شاء الله ان احنا نتأهل بتيم من سلاح السيف رجال وسيدات. ممتاز ممتاز. فهو الموضوع مش سهل، احنا الحمد لله ترتيبنا في الفرق هو رقم 7. هايل. احنا 7 على العالم. وعلشان حضرتك تتأهل لازم تكون من اول 16 فريق على مستوى العالم ان شاء الله. فبكره ان شاء الله عندنا تشالنج جديد باذن الله في البطوله. هنلعب بكره فرق ان شاء الله صباحا مع اليابان، وان شاء الله اذا ربنا اراد وكسبنا نلعب ان شاء الله كوريا بطله العالم. يا الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله، وبكره نبارك لك باذن الله يا كابتن. انا بشكرك شكرا جزيلا.
كابتن شريف البكري مدرب منتخب مصر لسلاح السيف. انا بشكرك ومليون مبروك لزياد السيسي برونزية بطولة العالم لسلاح السيف، انجاز تاريخي، اول ميدالية لمصر في سلاح السيف، حاجة تفرح وحاجة تسعد. وانا دايما بحاول اميل على الالعاب الاخرى بعيد عن كرة القدم، عشان بصراحة شديدة، يعني بصراحة شديدة انجازاتنا في الالعاب الاخرى اكبر بكتير من انجازاتنا في الكوره. مش يعني مش تهبيط كده او حاجه تزعل، بس هم دول لازم ياخدوا حقهم. الابطال دول بقى اللي فعلا بيشرفونا، اللي فعلا بيشرفوا بلدهم، اللي فعلا بيعملوا انجازات طول الوقت، بيعملوا انجازات طول الوقت، بيرفعوا علم بلدهم، دول يتحطوا فوق الراس، نقعد نتكلم ونغني ونفرح بيهم زي ما هم دايما بيفرحونا. الكلام عن كاس العالم بدا خلاص، 7 أيام وتنطلق بطولة كأس العالم 2022. بطولة رائعة إن شاء الله، بطولة يبقى فيها متعة، يبقى فيها منتخبات كبيرة وعظيمة بتقدم كورة حلوة. بتشجع فرنسا؟ بتشجع دي بين قوسين يعني، لو أنت هتتفرج على فرنسا وهتتعاطف معاها يعني. بتشجع فرنسا، ألمانيا، برازيل، الأرجنتين، ولا مستني البرتغال، ولا مستني بلجيكا؟ مستني مين ياخد كأس العالم؟ مين ياخد كاس العالم؟ كل منتخب عنده من العناصر الرائعه اللي تخليه يروح لبعيد. بعيد لحد فين؟ ده اللي هنعرفه من آسر حسين محللنا في رقم 10 بعد هذا الفاصل. خليكم. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره الحديث عن مجموعات كاس العالم، مجموعتين تحديدا هنتحدث عنهم اليوم وتوالية. إن شاء الله في الأيام القادمة نتحدث عن باقي مجموعات كأس العالم وأبرز المنتخبات في هذه البطولة الكبيرة كأس العالم. شرفني آسر حسين محل رقم 10 الحديث عن كثير 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 من الأمور في كأس العالم اللي خلاص الأسبوع اللي جاي هيبدأ. آسر مشرف ومنور. ازيك يا كريم؟ أنا مبسوط دايما معاك وعشتني يا حبيبي. أنت دايما بتوحشني، ربنا يخليك، ودايما بستمتع بيك، ربنا يخليك، ودايما بستنى الفقرة دي. أنت بتخلي أي حلقة حلوة حبيبي، يا رب يخليك. تسلم لي يا آسر. تيجي الأول قبل ما نخش على كأس العالم نروح نبص بصه كده على ايه ختام الدوري الانجليزي، صح، ما قبل كاس العالم، الحاجات اللي هتوحشنا. ما هو هيوحشنا صحيح الدوري الانجليزي، بس احنا هنخش بقى على يعني عشان نتحرم قوي من الكره الحلوه يعني. المحتوى شغال دوري انجليزي. ارسنال كل شويه يقول انا اهو، انا موجود، انا مش هقع من على الشجره، انا جامد. انا كل شويه يسالوا الناس، تسال تقول لك ارسنال لما هيلاعب مش عارف مين هيخسر او هيتعادل. لما نشوف الاول الاختبار ده هيعدي منه ازاي. ارسنال ماشي زي الصاروخ في بريمير ليج وعامل اداء رائع جدا، والنهارده بيفرق 5 نقط عن مانشستر سيتي الرهيب جدا. مظبوط يا كريم. يستحق النهارده ارتيتا بكل الادام. يقول لك ايه؟ هارد ورك بيز اوف، يعني العمل الشاق. حتى لو انت ما عندكش افضل منظومه وافضل قايمه، انا افتكر الاسبوع اللي فات كنت معاك انا وحد من زمايلنا الشطار يعني، وكان بيقول انه يتوقع انه ممكن البريمير ليج يروح لسيتي عشان القايمه القويه جدا واللعيبه. النهارده ارتيتا بيضرب بعرض الحائط الكلام ده، بيقول لك انا هحاول مش اعمل بكلام زميلنا، بكلام الناس، بكلام المحللين في الدنيا في العالم بالظبط، انه قصه مش امكانيات. ده اللي بيضرب بيه عرض الحائط، انه انا هحاول في الماتشات الكبيره زي ما انت قلت يا كريم اعمل اكبر نتائج ممكنه. الاسبوع اللي فات الناس كانت بتقال انه مباراه الصداره وكسب المباراه، وسيتي كان كسبان تشيلسي وحاسس انه هيتصدر وارسنال هيقع، ارسنال كسب. النهارده مانشستر سيتي بيخسر وارسنال بيتصدر، فرق 5 نقاط. يستحق ارتيتا انه يتصدر بالفرق ده كريم قبل، في اخر مباراه قبل يعني كاس العالم وقبل عيد الميلاد، لانه نفسيا كان مهم جدا ان ارسنال يحصل ده. ايا كان رد فعل سيتي بعد الرجوع من كاس العالم، اعتقد ارسنال بياكد انه النهارده بيعلن نفسه بطل الشتاء على الاقل. يمكن كانت دايما بتبقى في 12، لكن عشان كاس العالم مخلصين بدري. فالحقيقه بيستحق ده، منظومه ممتازه دفاعيا، خط وسط، الهجوم. النهارده اوديجارد بيجيب الهدف السادس من وسط الملعب، تاكيد على انه اللعب الشمولي وتنويع اللعب وقوه وسط الملعب واستخدام اوديجارد كصانع لعب الرئيسي في منظومه الملعب. مين اكتر لعيبه لفت نظرك في ارسنال الموسم ده؟ عشان في 2-3 لعيبه كده عاجبني قوي. قول اللي انت عاجبينك الاول. انا عاجبني صليبه في الدفاع، عاجبني مارتينيلي جدا، وعاجبني اوديجارد جدا، وعجبني تشاكا جدا. جيسوس رغم انه ما بيسجلش كتير بس عامل اداء رائع جدا في المنظومه الهجوميه دي ارسنال. في اكتر من ساكا طبعا موهبه مش طبيعيه، فالفرقه حلوه. انا قلت لك 2-3 لعيبه فاضطريت اقول كتير اللي انت قلتهم دول. انا مبسوط ان انت قلتهم، لانه جزء منهم كبير قوي بيؤكد انه ده تاثير ارتيتا نفسه الفني. برافو عليك. لما بعد صليبه يروح يستوي في الدوري الفرنسي ويرجع لي من مارسيليا، هذا يرجع قائد في السن الصغير ده،
خلي بالك جابريال كان بينتقد كتير من جماهير ارسنال يا كريم، لكن لما يبقى عندك سنتر باك تقيل بيفوق اللي جنبه. النهارده الثنائيه بقى في منظومه دفاعيه، صليبة بيلعب بلعيب عاقل جدا وسوليد جدا، جنبه جابريال عملوا منظومه ممتازه. شفنا حتى الماتش اللي فات قبل وولفز الكره اللي اتلعبت قطع صليبة وحطها جابريال، في تفاهم في كل شيء. ساكا تقدر تتكلم على ساكا قبل ارتيتا وبعد ارتيتا، اللاعب الشاب اللي لسه ما نضجش، النهارده واحد من ركائز منتخب انجلترا اللي داخله كاس العالم. تشاكا اللي كان نزعت منه شرط القياده وكان في خلاف حاد مع جماهير ارسنال، مع واحد من افضل لاعبي الوسط في العالم ده النهارده بالظبط في السيزون ده. فالنهارده ده تاثير او اللمسه الفنيه اللي اضافت لكل لاعب الحقيقه ارتيتا للاعيبه ارسنال. من ارسنال نفضل في لندن نروح لتشيلسي. علامه استفهام كبيره جدا، خساره الثالثه في الدوري على التوالي يا كريم. اصل توماس توخيل وحش. شفت الاستعجال بيعمل ايه؟ توخيل وحش يا اسف. شفت يا كريم؟ توخيل بيلعب كوره فيها تحفظ ودماتي، بيتعادل كتير. نفس الكلام ده كنت بسمعه هنا، لاكاست كيروش كان مش عارف بيلعب كوره دماتي، كوبر كان بيلعب كوره دماتي. مبسوطين دلوقتي هم. دلوقتي يا عيني بتوع تشيلسي بيعانوا معاناه كبيره جدا. ورا بعض يعني ثلاثه كونسكتيف، الثلاث خسارات في الدوري بترجعه من كان في الثلاثه والاربعه الاوائل، راجع للمركز السابع. خساره من الكاراباو، انا مش يعني عادي الكاراباو فيه مفاجات، وحتى ارسنال اللي بننشيد بيه خسر من برايتون، مش بيبقى لكن ظهر بس لعب كريم قدام سيتي كانوا فريق صغير يعني. سيتي تسيد المباراه في كاراباو كاب 2-0 بتسيد كامل، طبعا جون محرز الجميل يعني، بس قصدي اقول ما يعني ما ظهرش تشيلسي على انه الفريق اللي من التوب فور او بينافس بقوه. علامه استفهام كبيره جدا على جراهام بوتر، محتاج انه يراجع نفسه بعد العوده من توقف الدوري وكاس العالم طبعا، لانه تشيلسي بالتدعيمات دي بالاسامي دي باللعيبه اللي عنده مش المفروض يتواجد ابدا في مركز سابع. سيتي معودنا بيب جوارديولا انه يحسسك انه فريق لا يقهر، وانا دايما اقول الوصف اللي هقوله لك ده. وفي مباراه ثانيه تحس انه مانشستر سيتي عادي يتغلب. انا دايما اقول ان بيب جوارديولا هو اللي بيخسر، يعني هو اللي بيخسر نفسه او هو اللي بيكسب، يعني هو القرار في ايده دايما مش قرار المنافس. يعني مش المنافس جامد فبيكسب او المنافس قليل فبيخسر، لا هو بيب جوارديولا هو اللي بيكسب بمزاجه وبطريقته، ولما بيخسر مانشستر سيتي بتبقى من اخطاء من جوارديولا، يعني هو اللي بمزاجه. جزء كبير جدا من كلامك صح، وهمشي معاك في الفرضيه دي، انه ولا ما انت بتقول بيبان دايما لا يقهر، ولا مره بتبقى الخساره لانه باين انه قليل الحيله، صح، ما عندوش الدكه اللي تغير ماتش، او الفرقه ضعيفه، او ان الفرقه الاقوى الفرقه الثانيه اقوى منه، صح. دايما زي ما انت بتقول يا اما في الايجو او الكبرياء بتاعنا هاجم بكل خطوطي واحاول عدم المباراه، فتلاقي ان دفاع مانشستر سيتي هو النهارده كانسيلو خرج الجون دخل فيه على طول، هو خرج دايما تلاقي 2 على 3 3 على 2 دايما في افضليه، يعني دايما الكاونتر اتاك بتلعب على جوارديولا وبيخسروا ماتشات كثيره جدا. بص على كل ماتشات اللي خسرها هتلاقي دايما الدفاع بتاع سيتي مش مجهز انه يتلعب عليه الكاونتر بالطريقه دي، ومدير الفني بيطلب منه على الخط وبيزعق لهم بتعليمات كله يطلع فوق، صح. كله يطلع فوق، صح. النهارده يعني بالكلام كمان يا كريم على خساره سيتي، النهارده لازم نتكلم على توماس فرانك المدرب اللي كان يخرب بيت جماله. مدرب عارف كم مدرب يا كريم؟ لا لا فعلا يخرب بيت جماله. مدرب متفق في الوصف، مدرب هايل جميل جدا هايل. ودايما قصه الصعود لازم تتبروز، ومبسوط ان انا معاكم البروزه من خلالك يا كريم في برنامجك، انه ده كان بيدرب من كام سنه الفريق في بتاع بلده في الدنمارك اللي كانوا تحت 8 سنين، النهارده بعمل كويس وبتركيز وبإعطاء الثقة بين إدارة برنتفورد فيه على مدار السنوات اللي فاتت، بيكسب بيب جوارديولا اللي بيقال إنه الأعظم في التدريب حاليا والفيلسوف. النهاردة كمان دايما بحب أقول رد فعل عند اللعيب، يعني اعرف شخصية اللعيبة كريم أو إزاي تستفزه فنيا لما يبقى في قرار في مش ضده، في شوية إن أنت جاي عليه، أو في قرار بإنه يحس إنه مظلوم، أو إن أنت ما اديتوش حقه فنيا واديته الاستحقاق اللي يحتاجه مثلا انه يتواجد في قائمه منتخب بلده لكاس العالم. التوقيت اللي اعلن فيه استبعاد ايفن توني من قائمه انجلترا الاسود الثلاثه، بيرد النهارده ستيتمنت في حد ذاته. معانا التويته لو احمد يجيبها لنا او جلال يجيبها لنا. جاري لينكر اسطوره انجلترا طبعا وهداف كاس العالم 86 وصاحب البرنامج الاشهر يعني ماتش اوف ذا داي، رد في ساعتها حط تويته قال لك اهو دي ستيتمنت، انا النهارده بيجيب هدفين 10 اهداف في البريمير ليج، وبيرد على جارث ساوث جيت بيقول له يعني الناس اللي خدتها اهي التويت اهي جاي انه الناس اللي خدتها طبعا مهاجمين مهمين، لكن ايفن توني كان لازم يبقى فيه لفت نظر كده. بالمناسبه بحب جاري لينكر قوي جدا، بحب جاري لينكر الاعلامي رهيب يعني مدرسه رهيب يعني الكاليبر ده او القيمه دي لما تقعد تبقى هي اللي بتذيعها طبعا منتهى البساطه. اهو ويل اي ثينك ايفن توني از ميد ستيت الراجل قال نفس الوصف يعني الراجل خلاص ادى التصريح بتاعه ان هو يعني بيرد على جاري على جاري ساوث جيت انه استبعدتني انا النهارده اسجل ثنائيه وهدبح
جوارديولا في الدقيقه 97 في الدقيقه 98 يا كريم بهدف قاتل يبعد سيتي عن الصداره. مفيش احلى من انك ترد بالذات على مانشستر سيتي بالقوه دي وعلى بيب جوارديولا وتخسروا النقاط. لا ترد على ساوث جيت من خلال بيب جوارديولا من خلال سيتي بعد كده يعني. فمفيش بلاتفورم او منبر اقوى من انك تلعب سيتي وتعمل التصريح بتاعك والستيتمنت ده بالاداء طبعا الممتاز. ليفربول دخل شويه في الاجواء يعني انا حاسس شويه ان داروين نونيز شويه دخل المنظومه الهجوميه وفكره الثلاثيه بتاعت داروين نونيز مع فيرمينيو مع صلاح بدات تنسجم شويه. سؤال ذكي جدا يا كريم. ارجع بفتكر انا وانت مع بعض لما محمد صلاح اتعامل معاه المؤتمر الصحفي سوري اتعامل معاه لقاء صحفي بعد مباراه توتنهام والمذيع ساله في سكاي سبورت انت بعد الفوز مع نابولي حاسين ان الاداء بيتحسن؟ قال له اتمنى. قال له يعني حاسين ان الرجوع من خلال ماتش نابولي؟ قال له اتمنى. وده اللي حصل. بعد نابولي شفنا استفاقه في الاداء بعد خسارتين في الدوري اخرهم كان ليدز. بيكسب توتنهام بثنائيه محمد ليفربول بيكسب ماتش صعب ومدرب صعب قوي زي كونتي وبيعمل اداء ممتاز دفاعيا ليفربول منظومه دفاعيه الشوط الثاني امام كونتي وبيكسب 2-1 بثنائيه صلاح. النهارده مكاسب كلها بيكسب ليفربول وكمان بيكسب المنظومه الهجوميه. انا كمدير فني مفيش اسعد من يبقى عندي الاختلال اللي كان عندي ده كيورجن كلوب في اختيار الاسامي وفي لعيبه بتقع مني يا كريم والاقي في منظومه من احد المنظومات اللي عندي في الملعب خلاص فيها استفاقه فيها تفاهم فيها تجانس. اما صلاح النجم بتاعي وقائد الفريق في الملعب يسجل هدفين المباراه اللي فاتت بعد كده المباراه اللي بعدها امام ساوثهامبتون يسجل داروين نونيز هدفين خلاص انا كده مطمن انه اللعيبه اللي عندي في منطقه الهجوم كلها فايقه كلها بتسجل فوزين على التوالي على الدوري بتدي اريحيه. كويس قوي انه الفوز ده اتحقق قبل برضه توقف الدوري في مركز سادس لكن برايتون لو كسب بكره هيعدي ليفربول هنشوف ايه اللي هيحصل. يعني بعتقد خطوة على طريق صحيح من بعد نابولي ما شفناش التذبذب اللي كنا بنتكلم عليها. طيب كريم هسالك اخر حاجه في البريمير ليج عن فريق مهم جدا في الدوري السنه دي نيوكاسل. طبعا نيوكاسل برافو عليك لازم نروح له. نيوكاسل لازم نروح له يعني ما ينفعش يعدي مرور الكرام كده. هو واحد مش واحد هو المفاجاه الاكبر في البريمير ليج هذا الموسم. يعني زي ما اتكلمنا على تشيلسي بشكل وقلنا يعني تردي الاداء المفاجئ من جراهام بوتر بعد بدايه ممتازه من عنده تصدر وفوز في دوري المجموعات في دوري الابطال حصل النهارده لازم نتكلم على ايدي هاو النهارده بياكد انه يستحق جائزه مدرب الشهر في البريمير ليج اللي خدها في اكتوبر. بياكد كمان انه هاتريك الجوائز اللي خدوها خد هو ايدي هاو خد مدرب الشهر الميرون خد افضل هدف وخد لاعب الشهر في البريمير ليج. فبالتالي النهارده بياكد انه يستحق ده. ايدي هاو الناس كانت بتتكلم على لما تم الاستثمار من الصندوق السعودي على انه ده نادي باصبح من الانديه ده مش حقيقي. التدعيم كان تدعيم ذكي جدا وفي حدود يعني. وفي المحدود جدا. لا يعني تدعيم ذكي لعيبه فعلا مهمه بس مش لعيبه باهظه الثمن خالص وعمرك ما هتلاقي حاجه فيها مبالغه صح. ولا هتلاقي لعيب بيتكسر عليه ريكورد ولا بيتكسر عليه رقم قياسي خالص حتى كمان هتلاقي بياخده من الدوري الانجليزي نفسه. فبالتالي ايدي هاو النهارده يستحق انه يتواجد كالثالث بيخش الاربعه الكبار وبتمنى برضو اي مدرب شاب انت عارف زي ما انا منحاز لارتيتا جدا بتمنى ان ايدي هاو يرجع نيوكاسل لعصر وجوده في الدوري الابطال لانه مشروع مهم جدا ودي اول مره كمان هو في تاريخه المهني يكسب 10 ماتشات متتاليه يا كريم. عظيم جدا. فالحقيقه تحيه لايدي هاو ولاداره نيوكاسل. طبعا هنروح لفاصل بعد الفاصل نخش على كاس العالم خليكم معنا. انا منال فاكريني النهارده انا جاي اعرفكم على ابطال غيري موجودين حواليكم عدوا بنفس اللي انا عديت بيه بس من بدري وهم لسه صغيرين. كل دول ابطال لسه بيبداوا حياتهم اتعرضوا لحادثه غيرت حياتهم كلها في ثواني ومن لحظه الحادثه بدات رحله العلاج واللي هتكمل معاهم لسنين قدام. وعشان كده احنا في مستشفى اهل مصر بنسابق الزمن لان الوقت بالنسبه لنا غالي وما يتقدرش بثمن وفي كل ثانيه بتعدي ممكن نخسر حد تاني. كمل وقفتك معاهم للآخر وساعد من خلال مؤسسة أهل مصر للتنمية علشان نفضل كلنا حواليهم وننقذ مئات الألاف من مصاب الحروق. زكاتك وصداقتك على حساب مؤسسة أهل مصر. بردا وسلاما على أهل مصر. حلاوة أول مرة عمرها ما تتنسي زي أول مرة أكل رو بطاطس مقرمشة بجد وطعمها ما يتنسيش. رو كل مرة زي أول مرة. رو أول بطاطس كاتل كوكت في مصر الطبيعي تاكله. هتعدي بس انت تاخدها تحدي وتقف وتقول من قدي انا جامد وما بيأسش لا
حلمك بكره هيتحقق وان قبلك خوف ومبرق قول له انا واقف ما بخافش اجمد ومحدش يقلق المحنه دي مهما تطول بايدينا نعدي ونرجع اقوى واحسن من الاول كل ما الروح فيك بتدب دب عيش عمرك اعشق حب حب وان يوم السور كان عالي اضعف رد نط وشف أول مرة أكل بطاطس البطاطس اللي بجد اللي طعمها ما يتنسيش رو ما هي 40 سنة خبرة رو كل مرة زي أول مرة رو أول بطاطس كاتل كوكت في مصر الطبيعي تاكله عن السياسة والحرب والمستقبل عربيا ومصريا ولازم نتفاعل مع بعض كيف تتم المواجهة مصر استعادت قوتها الإقليمية في المحيط العربي والمحيط العالمي مفيش قاطرة للتقدم في أي بلد في العالم غير الثقافة النهاردة إحنا عندنا الفرصة دي اتجاه قومي كبير جداً للفنون والثقافة هل هناك من يعاني من الفقر المدقع في أوروبا؟ في الولايات المتحدة نعم في أغنى دول العالم نعم في تعاون ما بين قوى الشر لماذا هذا التمييز في المعاملة؟ لبناء العقل والوعي والوجدان الأديان تتوافق ولكن لا تتطابق صوتاً لمن لا صوت لهم بنؤمن إيمان كامل إن إحنا هنا لخدمة المجتمع المصري نخبة من المفكرين وخبراء السياسة يحللون الأحداث وينيرون الطريق للرأي العام ولصانع القرار حديث العرب من مصر الخميس السابعة مساء على قناة مصر الأولى التاسعة تغطيات ولقاءات خاصة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعمل وبولع التلفزيون في حاجة بتمني أقول فرصة جميلة إن أنا أشوف أولادي وأهل بلدي لماذا لا يريد العالم أن يستوعب حجم التحدي؟ دي عملية مستمرة مش عملية مؤقتة برنامج التاسعة هو الأوسع انتشاراً في مصر ودين دلوقتي في قرية الكبانية من أسوان سوهو سكوير شرم الشيخ دمياط بشكل يمكن ما تفرجتوش عليه قبل كده الشعب المصري هو البطل مصر أكبر من أنها توجه لنفسها هي توجه للعالم هو ده المدخل الصحيح يعني هتعودي هنا وهتركبي الطيارة في حضارة لازم تبان لحظات حب جميلة ورقيقة حاجة حلوة ما تلومش حد ان ابتسم انا بنت الفراعنة ده مسؤولية كبيرة دي بلد كاملة معجب بيه جدا امباكت على مستوى العالم مصر مصرية جميلة ونجاح مصري جميل أحيا مصر يا سيادة الرئيس برنامج التاسعة رايح لكل المواطنين على اختلاف الطبقات الاجتماعية والطبقات التعليمية التاسعة مع يوسف الحسيني من السبت إلى الأربعاء على قناة مصر الأولى Seemed
يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. اخش مع ياسر حسين عن بقى كاس العالم. كاس العالم ناوي تتكلم على مجموعات ايه النهارده؟ ناوي اتكلم عن الرابعه والاخيره الثامنه. الرابعه دي فرنسا صح؟ اه دخلت انت على فيها بطل العالم فرنسا الدنمارك استراليا تونس. حلوه المجموعه دي قوي. حلوه جدا. دخلت على فرنسا على طول. ربنا فرنسا. يا رب نقعد القعده دي واحنا موجودين يا رب هناك صح؟ ان شاء الله يا رب يا رب. ناقصه بس مصر انها تخش ان شاء الله يا رب. نبدا بفرنسا. نبدا بفرنسا يلا. فرنسا تشكيله مرعبه دكه يعني التشكيله القايمه كلها مرعبه يعني اي لاعب هيلعب اساسي هو تمام يلعب حتى أساسي. مع الغيابات حتى مع الغيابات انت عندك انجولو كانتي وبوجبا غايبين ودي اللي المفروض تقسم اي فرقه عارف دول كمان تقسمها وكمان انت يعني بتتكلم على ديدييه ديشام الناس اللي دي دول اللي خد بيهم 2018 صح يعني محور الاداء كانوا هما الاثنين دول. بوجبا عمل بطوله عظيمه في 2018 يعني على كل المستويات طبعا. صراحه في التغطيه وفي الهجوم وكل حاجه كانت النسخه الحقيقيه. احكي لك موقف احكي لك موقف. كنت في الملعب في ماتش فرنسا والدنمارك اخر ماتش في المجموعه البطوله اللي فاتت والماتش كان تقريبا محسوم يعني ما تمام. فالمباراه كانت ممله جدا خلصت 0-0 انا فاكر فرنسا والدنمارك. انا طبعا بالنسبه لي واحد من اهم اللاعبين اللي شفتهم في حياتي هو انجولو كانتي طبعا. فانا قررت فرصه بقى انا في المدرجات اشوف كانتي بيعمل ايه في الملعب. والله يا ياسر انا ما اتفرجت على الماتش انا بلف مع كانتي كاميرا يعني خاصه يعني عينيك كاميرا خاصه عليه في كورنر كده وكانتي واقف في نص الملعب عشان ياخد السكن بول وبتاع انا مع عيني على كانتي ما اعرفش اللي بيحصل هنا ايه كانك السكاوت اللي هتشتريه توديه نادي انت عينك عليه هو بس ولاعب ماتش خرافي تحفه بالمناسبه كان مان اوف ذا ماتش في الماتش ده ايه اللاعب ده اللاعب اللي بيغطي كل حاجه كريم انت نظره تانية ليك حتى مع حبك ليه وانت شايفه بقى بيعمل ايه في الملعب طبعا. في لعيبه كده انا فرصه بقى موجود في الاستاد انا هفضل اتفرج على لقطات العظمه دي فنقوله كانتي عمل مباراه مش طبيعيه. لا 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 لعيب لعيب يعني فعلا هو الرئه بتاعه المنتخب ورئه بتاعه تشيلسي. توخيل بقى كان بيقول ما تستنوش ان الاهم لعيب عندي يغيب عن تلت ماتشات الموسم متوقع ان انا اكسب. بص قد ايه محمل الموضوع طبعا. جرام بوتر اكيد برضه يعني يكفي ان كانتي ده يعني كانتي ده كان المحور الاساسي لمعجزه ليستر سيتي اكيد يعني أكيد. كانتي طبعا مع محرز بس كان وفاردي طبعا بس كانتي طبعا هو كان المنظومه العظيمه دي طبعا. يلا نبدا بفرنسا نخش على فرنسا. فرنسا كان منتخب طبعا كبير وعظيم وهو حامل اللقب والبطل. يمكن الثمانينات كان فيها سوء حظ ان كان بيوصلوا الاثنين سيمي فاينل وما كانش يعني بيحققوا اللقب بغابوا 90-94 بعدين رجع احلى رجوع وافضل كامباك وهو الفوز ببطوله 98. الشاهد انه ديشامب هو المدرب الوحيد اللي بيحمل اللقب كلاعب كريم وحمل اللقب حمل اللقب كمان كمدرب كمدرب. دي قائمة دي قائمة. انا في حاجه في حراسه المرمى كريم لازم نتكلم عنها. الناس بتتكلم على كلامنا لو انت على اهميه طبعا كانتي وبوجبا واهم اثنين لعيبه مؤثرين بس في حاجه العين مش عليها قوي غياب مينيان حارس ميلان. انا شايفها الخساره الاكبر. ده لو كان لعب كاس عالم اولا المستوى يلعب على اي حد من الثلاثه من الاربعه انا اسف وفعلا الناس كلها وكانت بتمني النفس انه يلعب يعني التالق مع ميلان ده وكلين شيتس العظيمه اللي عملها لحد النهارده كريم ومساهم في نتائج كتير جدا. اتحط على الاقل اتحط اصابه حتى لو هو لوريس حافظ مكانه لاسباب ليها علاقه بالخبرات وانه تبقى عارف ان في جون تقيل بالظبط موجود معاك. فمينيان طبعا بعتقد انه خساره لمنتخب فرنسا يعني مع كانتي وبوجبا لوريس وستيف ماندادا والفونسو اريولا طبعا دول حراس العالم ان الثلاثه جامدين قوي ولوريس كمان يعني خلاص اخذ من ديشامب حته انه انت قائد فدي يعني مفيش يعني المورال او النفسيه في اللعيبه يعني اعتقد مظبوطه. طيب نخش على الدفاع. نخش على الدفاع بص الاسماء يا نهار ابيض. بافار طبعا كوندي النهارده جاي بقى خلاص جاي انا لعيب برشلونه انا مش كوندي بتاع سيفيا يعني اوباميكانو فاران كانوا بايرن ميونخ فاران طبعا متاخد يعني متاخد هو ونصيبه الى ان هيلحق ولا لا عشان الى ان يظهر العكس يعني وكوناتي ولوكاس هرنانديز طبعا ما تعديش صليبه ما اقدرش اعديه ده اتكلمت عليه ساعه ده صليبه ده اعتقد دي بطولته يا كريم اعتقد دي بطولته ما انا لا قول الاسماء كلها وهسالك بقى تشوف مين الاربعه اللي يلعبوا او الخمسه اللي هيلعبوا بتلاتة نقول اسمه بكده يعني اقول اسمه واضح لجماهيرك يا كريم عشان ده احد ابطال 2018 طبعا. يعني تيو هرنانديز طبعا بعتبره واحد من احسن باكات ليفت في العالم لن يكن الافضل يعني طبعا وكيمبيمبي باريس سان جيرمان كيمبيمبي طبعا الصلابه هو بيلعب ثلاثه بيلعب ثلاث مدافعين ولا هيلعب اربعه تفتكر بص ممكن اقول انا كنت عايز اقولهم طب كلهم بعدين اقول لك حاجه عملها في 2018 ما اعتقدش يعني انها هتقول الاول القايمه وبعد كده تعالى نتكلم ماشي يلا نتكلم على التشكيله كلها بعد كده يلا خط الوسط خط الوسط بقى عندنا اسامي فيرتون وعندنا بص يوسف الناس كلها بتتكلم انه واحنا بنقول اسامي يعني هقولهم واحنا ماشيين
انه في الاغلب منظومه ريال يا كريم هي اللي ممكن تقود. طبعا هي فيها مغامره ومنظومه شابه اللي هي كامافينجا ومعاه تشاوميني. تشاوميني طبعا ممتاز في انه يقدر يوصلك، عنده حته بوجبا اللي هو يقدر عنده الاستخلاص كويس للكره بيقدر يوصلك للكوره. لكن الناس كلها بتتكلم انه لا ممكن يبقى يوسف فانا هو اللي بيلعب او يفضله ديشامب. رابيو طبعا يعني متمرس بس لكن على فكره رابيو متالق جدا مع اليوفي السنه دي، هو لعيب كويس جدا هو لعيب كويس جدا وهو اللي ادخل نفسه في دايره بعدته شويه عن التركيز بتاعه هروح يونايتد قبل ما يقفل او لا، لكن هو لعيب كويس جدا طبعا مش توب كلاس او طبعًا. مش وورلد كلاس لكن لعيب مهم. تشاوميني طبعا وجندوزي، جندوزي هيبقى مهم لو انت في دقيقه 60 عايز تعمل تغيير عايز لعيب ينزل يجري طبعا. جندوزي ما كانش هيبقى موجود لو كان في بوجبا وكانتي. لا يمكن لا يمكن طبعا بس برضه بص وسط ملعب حلو لسه عندك بوجبا وكانتي لسه يعني رغم غيابه تشاوميني وكامافينجا دي برضو عارف انت ممكن نادي يفيد منتخب تحسب لانشيلوتي طبعا انه لما دول بقوا وسط الملعب الجديد قالوا بياخد القياده بيلعبوا جنب كروس او بيلعبوا ماتشات جنب مودريتش هما الاثنين ما تكون اساسي في ريال مدريد بتلعب الماتشات دي على المستوى دي يا كريم. لا انا كديشون بقدر اقول ده يقدر يقود عندي بطوله بحجم كاس العالم. نخش بقى على الهجوم طبعا اهم مكسب طبعا 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 عوده كريم بنزيما بعد 5 سنين ونص ابتعاد عن كاس العالم. كريم احسن لاعب في العالم بيقود منتخب بلاده من تاني. بنزيما انا بعتقد هو الرجل الرئيسي في كاس العالم او الرجل الرئيسي لفرنسا اعتماد او النجم. يعني انا بقول لك احنا بنعدي المنتخبات كلها ان شاء الله هقول للناس الناس اللي المفروض تتوقعوا انها نجوم الفرقه. نجوم الفرقه بالنسبه لي بنزيما وامبابي. امبابي مشغول طبعا بمشاكله الداخليه اللي بيخلقها لنفسه رغم امكانياته القويه، لكن القائد الحقيقي في المكتب او سوري في الملعب او اللعيب اللي هتتمركز عليه القياده وان هو يبقى نجم الفريق بعتقد ان هو بنزيما صاحب البالون دور. جيرو طبعا بديل جيد جدا لحد النهارده، هو اللي بينقذ ميلان لحد النهارده في السن ده ولحد دلوقتي اجواله حلوه جدا. يعني هو جداً. هو متخصص اجوال حلوه. انا ما جبش جول عادي. انت عارف صوره ابراهيموفيتش كانها جت عارف انت كان يقول لك ايه رب ضاره النفاق كانها جت عشان يجي لعيب بيلعب في نفس المركز في نادي جيرو وبيجيب اجوان زيه نفس اجوانه صح. يعني بيجيب اجوان بنفس الخطيره دي اكروباتيه كده. كومان طبعا ورقه مهمه جدا، ديمبلي وجريزمان ومبابي ونكونكو اللي ان شاء الله اتمنى انه يروح نادي اكبر. يا يخرب بيت تعبك انا لسه كنت هقف افك واقول لك انكونكو عامل اداء لازم مرعب مع لازم يروح نادي كبير مرعب. ده لعيب مش طبيعي يا جماعه. انا من كام يوم كنت بقول قائمه فرنسا وقلت يا جماعه الراجل ده سنتين ثلاثه وهيتحط بين في شورت ليست في ثلاث افضل ثلاث لعيبه في العالم لابد كتير يعني سنتين ثلاثه وانه يروح نادي اكبر. بس لازم يروح نفسي يروح ريال مدريد قوي ما اكذبش عليك. يعني هو كان قريب من تشيلسي ما اعرفش عمل ميديكال في تشيلسي عمل كشف طبي على تمهيد يعني ان هم يتعاقدوا معاه في الصيف. بس طبعا مين عارف ممكن ريال مدريد يحول الدفه يعني ريال مدريد بيعاكس بس اي لعيب ممكن يغير الوجه على طول. نفسي ده دي قائمه فرنسا بص بقى كريم طبعا احنا النهارده مش معانا البورد هنقول للناس حاجه سريعه. طبعا مشاركه 16 مره فريق يعني كبير وعظيم ودايما موجود. ديشامب طبعا زي ما قلنا حققها كلاعب وكان احد رجال 98 مع زين الدين زيدان وابرز نجوم طبعا المونديال او الناس يعني بلاير تو واتش او اللعيب اللي انتوا تتفرجوا انه هيتالقوا بنزيما وامبابي. لما لعب في لو نهينا باخر تشكيله مثلا لعبها ديشامب في اخر مباراه اللي هي الفوز على كرواتيا 4-2 في النهائي والتتويج ب 2018 المره الثانيه هتلاقي انه كان بيلعب 4-3-3 او 3-4 او 4-3-2-1 كان بافار ناحيه اليمين، لوكاس هرنانديز ناحيه الشمال، فاران في النص جنبه تقريبا أمتيتي بالظبط. وسط الملعب كان كانتي وكانتي وبوجبا وكان معاهم ماتودي وقدام جريزمان ومبابي وجيرو. صح الكلام كله اللي داير في اوساط الصحافه الفرنسيه انه ممكن تتحول في 2022 يا كريم ل 3-4-3. هو في التصفيات يعني في بعض التصفيات لعب 3 بالظبط اعتمادا على ده ويبقى الثلاثي بنزيما قدام. يعني هنبدا بحارس المرمى لو قلنا مثلا لوريس في حراسه المرمى دفاع يبقى مين الثلاثه؟ ما هو على حسب بقى انا هلعب الثالث ده هيكون فول باك ولا هيكون ده الاول الثلاثه السنتر باك يعني الثلاثه سنتر باك يعني ممكن يبقى حد مثلا ممكن العب مثلا ب احط مثلا عندي فاران لو جاهز مثلا احط مثلا لو صليبه ويبقى الثالث الظهير الثالث ممكن يبقى حد من الدفاع مثلا العب بلوكاس هرنانديز كفول باك ماشي او ثلاثه عاديين سنتر باكس. عشان انت بتقول دوت بقى انا شايف انه الافضل يبقى على الشمال في الثلاثه اللي ورا
لوكاس هيرناند لوكاس هيرنانديز كوندي على اليمين عشان اصلا كوندي بيعرف لعبها لعب فول باك ولعب يمين ولعب باك لوكاس هيرنانديز بيلعب ليفت باك برضو ويبقى في النص في رايي يعني لو فران مش جاهز يبقى اوبي مكانه يعني عنده الخيارات ده كريم عنده رفاهيه انه يختار بين انت عشان صليبه متالق جدا بس يمكن اوبي مكانه برضو متالق مع بايرن جدا كمان بالظبط فهي هتبقى الخيارات دي استنادا برضو هم يعني رجعوا الناس محللين لقصه 3 4 3 على اللي انت كنت بتقوله على ان هو لعب بيها في التصفيات طيب تعال نكمل التشكيل مين على اليمين نجيب لك القايمه هاتوا القايمه ثانيه يا جماعه وسط الملعب عشان نفكر مع بعض يلا بينا مين يبقى يلعب على اليمين مثلا على اليمين ممكن نحط على اليمين ممكن نحط ما هو انت لو حل لعب بالثلاثة ثلاثة سنتر باكس خلاص يبقى هيحط الفول باكس الاثنين طايرين ماشي هيبقى بقى بافار ناحيه اليمين وناحيه الشمال ما اعتقدش في في خلاف على على ثيو هرنانديز افضل باك ليفت في العالم طبعا. حاليا وسط الملعب هيكون الاختيار منحصر بين التلاتة يوسف فوفانا طبعا وتشاوميني وكامافينجا حد من حد من يعني حد من التلاتة يبقى اثنين والثلاثي اللي قلنا عليه طبعا ناحيه اليمين ناحيه اليمين ممكن يبقى جريزمان اعتقد ان ديشامب ممكن يخلي ديمبلي هو الاساسي نظرا لفارق التالق والماتشات فجريزمان متالق مع اتلتيكو لكن ديمبلي بيشيل برشلونه الناحيه دي وعنده الحلول واحد على واحد فدريبلر ومش تيم بلاير واحد بيلعب ديمبلي فايق السنه دي فايق حتى لو برشلونه مدون يبقى ديمبلي امبابي بنزيما ويبقى عنده ورقه جريسمان انه انكونكو ما يبقاش اساسي لا مش في وجود بنزيما مفيش سترايكر هيلعب مع احترامي طبعا لجيرو انكونكو في وجود بنزيما لا يمكن يا كريم انا مش بتكلم على مكان بنزيما بس ساعات انكونكو بيلعب كجناح او حتى رقم 10 او مهاجم تاني دي ميزه انكونكو هو ما تقدرش برضه تصنفه انه 9 صريح فيقدر يعني ممكن يلعب تحته ممكن يغارق لكن دي في اعتقادي 3 4 3 الاقرب انه فرنسا تلعب بيها انا مش نص الملعب اعتقد يعني اعتقد انه رابيو ممكن يبقى واحد من الاثنين عشان هو جريزمان بيحب رابيو بيحب يعتمد على رابيو فاتصور ديشامب بيحب يلعب رابيو ممكن جدا ممكن جداً بس هو انت محتاج لو هتلعب باثنين يا كريم انت عايز كواليتي عالي قوي تعوض بيه منظومه 2018 اللي هي كانت كانتي وبوج فرابيو مجهود ويعني بيعمل ارتداد وبيطلع لقدام وكل الكلام ده لكن يعني هتبقى منحصره اعتقد بين الثلاثه اللي هم فوفانا نشوف دي فرنسا طيب خلاص عايز حاجه تانية في فرنسا ولا نخش على طول بقى على انا كنت عايز اقول انه عشان الوقت هيتم مننا لا فرنسا خلاص فرنسا برق. خلاص طيب اللي جاي بقى الدنمارك ولا تونس نخش على الدنمارك يلا طيب بينا طيب طبعا كاسبر شمايكل واحد كنت هقوله في حته نجوم الفريق لاعب نيس طبعا وحامل اللقب اللي احنا كنا نتكلم عليه من شويه مع ليستر هو حارس هو حارس المرمى للدنمارك واوليفر كريستنسن دنمارك داخله مستغرب كاسبر شمايكل ليستر يسابه لحد دلوقتي والله هو كان عايز يمشي يعني هو اللي طلب الرحيل وبيلعب في نيس طبعا بعد عن البريمير نيس يعني ما برضه ما راحش مثلا مع توتنهام يعني هو قرار صعب قوي طبعا انك تطلع من البريمير ليج تروح للدوري الفرنسي مش عايزين نقول عليه ايه بس تمام يعني عايز اقول حاجه قبل ما نخش على المدافعين فرنسا احنا بنتكلم على فرنسا عشان برضه هي في نفس المجموعه دنمارك عامله لها عقده كبيره جدا يا كريم 7 ماتشات متتاليه سوري على مدار 7 سنين فرنسا مش قادره تكسب الدنمارك اللي هتلعب معاها في نفس المجموعه دنمارك نجحت انها تكسب فرنسا في مرتين في دوري الامم الاوروبيه مرتين في يونيو وفي سبتمبر في اخر لقاءين انت داخل نفسيا قدام فريق دنمارك خسران منه وبقالك 7 سنين بقت عقده ليهم مش عارف طبعًا تكسب طبعًا الدنمارك طبعًا فدي حاجه هتبقى مهمه جدا الناس تلاحظها في مباريات المجموعه دي خش على الدفاع بقى على طول طبعا هنا وده برضو انا حطه احد نجوم الفريق كاير هو قائد الفريق كابتن الفريق وكابتن فريق ميلان طبعًا نفس الكلام احيانا بياخد القياده في ميلان وهو كابتن فريق الدنمارك كاير قبل ما نخش على المدافعين سريعا يا كريم على الباقيين هو قائد معنى الكلمه لو نفتكر اللي حصل لأريكسن في لما سقط في الملعب وتوقف قلبه ابدا عن النبض والناس قالت خلاص هو انتهى يعني اللي قام بالعمليه والمشهد العظيم اللي شفناه وساعتها خدت الدنمارك في جوائز الفيفا افضل فريق يعني قام بالعمليه دي افضل روح يعني جمعيه للفريق هو اللي عمل السياج حواليه ومنع ان حد يشوف عشان اهله بيتفرجوا في المدرجات فكاير قائد بمعنى الكلمه الحقيقه واثبت ده في اللي حصل لأريكسن يوكيم اندرسون ومالي وكريستنسن طبعا نجم برشلونه وراسموس كريستنسن ده لعيب تاني بنفس الاسم مش نجم برشلونه قوي يعني هو لاعب برشلونه
يعني قبل الإصابة كان بيلعب أساسي. أساسي مش صفقة عبقرية. يعني حالاتي أنا حالاتي مستغرب برشلونة إن هو ضمه بصراحة يعني. برشلونة ضم كل اللعيبة اللي في الدنيا وبرضه زي ما أنت شايف كده. تمام. لارسن، فيكتور نيلسون، ودانيال واس، ده بالنسبة للدفاع. وسط الملعب. وسط الملعب بقى في نجوم شوية. وسط الملعب حلو. وسط الملعب عندهم شوية أسامي في نجوم للفريق. ديلاني عظيم. ديلاني وماتياس يانسن، كريستين إريكسن طبعًا نجم يونايتد و يعني الكوره فيها كل حاجه سبحان من الله. واحد خلاص واحد فقد الحياه النهارده ركيزه توقف قلبه سبحان خلاص الله. كان انتهى فعلا طبعا. ركيزه في يونايتد وبيلعب كاس العالم هنشوفه كاس 22 الحياة مره اخرى لاعبا مهما للدنمارك بيير ايميل هويبرغ طبعا لاعب توتنهام ابرز هتلاقي الاسامي النجوم بجد هي إريكسن وهويبرغ وكاسبر شمايكل وكريستنسن زي ما احنا قلنا دول طبعًا. ابرز اربعه طبعا عندنا دول اللي بيلعبوا في انديه طبعا يعني كبيره بالظبط عندنا اندريس سكوف اولسن ولينستروم وكورنيليوس وبريثويت طبعا لازم يعني اعتقد لازم يتاخد عشان اوبشن مهم في الهجوم وما عندهاش الاسامي على القدر يعني الدنمارك كاسبر دولبرغ ودامسجارد وجونس ويند مدرب بتاع الدنمارك هيملاند بقالهم معاه من 2019 هيملاند لما قام الاتحاد الدنماركي بالتعاقد معاه كان جايبه من ماينز وكان الدنمارك فعلا الاستفاقه الحقيقيه تعالوا نعرض المعلومات دي بقى كده واسيب بيتكلم يعني تعالى نعرضها مش لازم طبعا تاهل خمس مرات اول مره 86 من المكسيك خسر اسبانيا 5 دور 16 لو الناس تفتكر الهزيمه دي في مباراه بما ان برضو الاثنين لازم نقولها بما ان الاثنين في نفس المجموعه انت عارف في اولمبياد لندن 1908 دي اكبر نتيجه في تاريخ المنتخبين بين الدنمارك وفرنسا عارف الدنمارك كسبت فرنسا كام ساعتها كام 17-1 يعني انا لو مواطن فرنسي يستخبى يا اما لازم اعمل اي حاجه كتير فطبعا بينهم مواجهات تاريخيه جدا من زمان من القرن الماضي واللي قبل الماضي طبعا طبعا ربع النهائي كلنا فاكرينه وكانت الفرقه اللي فيها يوندال تومسون طبعا فرقه قويه جدا صح. وكان الناس بتمني نفس انها توصل دنمارك البعيد لكن خسرت من البرازيل لو نفتكر المباراه دي البرازيل راح البرازيل راح طبعا النهائي قدام فرنسا وخسرت 3-0 كنا بنتكلم على طبعا راح نسخه كوريا واليابان كانوا بيطلعوا دايما بدري من 16 طلعوا من انجلترا 3 اهداف في 2006 ما راحوش رجعوا في 2010 خرجوا من دور المجموعات ورجعوا تاني في 2018 النهارده بيرجعوا دي بقى النقله اللي بقولك عليها مع المدرب هوملاند انه بعد ما استقطبوا المدرب في 2019 يا كريم من ماينز في نقله كبيره قوي في منتخب الدنمارك النهارده نتكلم انه اخر تصنيف للفيفا في اكتوبر الماضي اللي هو الشهر اللي فات اللي اخر تصنيف بتقفل عليه مستوى المنتخبات اللي داخله كاس العالم كان في المركز العاشر الدنمارك هو عاشر افضل منتخب في العالم بعتقد انه رقم مهم جدا انت متصدر ادي النتيجه اللي كنت بقول لك عليها في اولمبياد لندن اكتوبر 1908 النهارده كمان بيتصدر طريقه التاهل انه متصدر مجموعته في تصفيات الاوروبيه دي النقله اللي حصلت مع المدرب زي ما قلت لك ما قدرش يكسب العقده دنمارك الفرنسا اصبحت عقده دلوقتي سبع مرات مش قادر يكسبهم على مدار سبع سنين وطبعا اخر حاجه كانت في اليويفا نيشنز ليج او دوري الامم الاوروبيه خسارتين في يونيو وفي سبتمبر الماضي منتخب الاسترالي يلا بينا ثالث هذه المجموعه ونختم كمان بتونس بالتاكيد بس المنتخب الاسترالي منتخب للناس اللي ما تعرفش عنده لعيبه مهمه جدا ولعيبه مؤثره طيب. جدا طيب جراهام ارنولد برضه نفس الكلام الراجل ده تم تعاقد معاه في 2018 محظوظ جدا ده ثالث كاس عالم يلعبه الله كان جزء دايما من الجهاز الفني الاسترالي حتى اشتغل مع هادينج شويه الاسطوري طبعا هادينج طبعا فالنهارده بيروح ثالث كاس عالم من حوالي 5-6 شهور كان الاتحاد الاسترالي بيفكر في اقالته النتائج كانت مترادية جدا لكن كونه وصل حتى بالطريقه اللي وصل بيها عايزين نفكر الناس انه خساره من اليابان خساره من المنتخب العربي السعودي ودته انه يلعب ملحقين يلعب الاول ملحق الاسيوي هدف في الدقيقه 84 اعتقد للاعب وسط الملعب اعتقد كان كروستش تقريبا لو انا مش فاكر كان كروستك جاب الهدف في الامارات الهدف الثاني بعدين ده اللي خلاه يتاهل من الملحق الاسيوي يلعب الملحق القاري امام بيرو وهنا بقى تالق الراجل ده اندرو ريدمان حتى لو معانا صورته في صوره هو بقى ايه محقق الانتصار ده البطل الحقيقي للشعب الاسترالي حاليا اللي قاد الفريق انه يلعب كاس العالم لسادس مشاركه لاستراليا في كاس العالم لو معانا صورته بس نعرضها نعرض الصوره عايز اقول لك هو كمان مات راين اللي كان واقف اعتقد المباراه واندرو ريدمان نزل كبديل حارس المرمى تغيير اللي انت عارف يقول لك ده الحارس اللي عايز يلعب العب بيه ضربات الجزاء وقد كان يعني هو اللي تالق وساعد انه
الوحش ده وحش فعلا. ريدمان هو اللي تسبب انه طبعا استراليا تتاهل على حساب بيرو بضربات الجزاء. نخش بقى على لينا واحد زمان هنا شبهه كده بجد شبه شفيق. طبعا انت بتعامله بمنتهى ال بخاف منه بصراحه ما بجيبش عليه بس تقولوش بقى مش زعله ما تقولوش لا لا مش فاهمه ان انا بخاف منه هو سمع الهوا خلاص. طبعا بقى عندنا في خط الدفاع عندنا هاري سوتر وبيلي رايت وتوماس دينج وفران كراتشيت كلها معظمهم لعيبه بيلعبوا دوري استرالي. ناتالين اتكنسون عزيز بيتش وكايرولز وجويل كينج يمكن الناس تعرف جويل كينج. اوكي ده خط الوسط وده واحد من اللعيبه اللي لو بنقول اللعيبه اللي تحط عينهم نقول للجمهور بتاعك يا كريم تحط عينهم عليها ارون موي. ارون موي من اللعيبه الشابه اللي بيلعب في وسط ملعب وبيلعب ساعات بيلعب كمان كوسط ملعب جناح. بص استراليا القايمه دي والجيل ده ما فيهوش الاسامي القويه اللي كانت موجوده في الالفينات. ما فيش تيم كاهل اللاعب الاسطوري. ما فيش اللعيبه اللي كانت قويه جدا في استراليا. ارون موي من اللعيبه التجديد الدم الشاب اللي ممكن يعمل حاجه يساعد استراليا انها تحاول تتاهل. لعيب صغير وبيلعب كويس قوي على الجناح. جاكسون ايرفاين وايدن هروستيتش طبعا كاميرون ديفلين رايلي ماجري وكيانو باكوس دول لعيبه وسط الملعب. في حد تاني في الهجوم عايز يقول لك وسط في استراليا بيلعب كان بيلعب في ايفرتون بس اسمه مني فكرني انت عندك بقى عندك جيمس ماكلارين وعندك ميتشل دويك ده هداف الفريق طبعا ثلاث اهداف في التصفيات وداخل يعني القائمه على انه هداف الفريق. جيسون كامينجز وجارن كول اور مابل ده برضو ده واحد من الاثنين تاني احنا قلنا اللعيب اللي فات كان انا نسيت اسمه اور مابل من اللعيبه اللي لازم تحط عينهم على نحط عينها علينا في منتخب استراليا. لاعب شاب بيلعب في تحب مين بيلعب في استراليا قوي زمان تيم كاهل طبعا كان لعيب عظيم قوي. انت عارف احنا حاجه من الحاجات اللي كنت هقولها في اللعيبه الاسطوريه للاستراليا طبعا هو هداف استراليا طبعا اول هدف اصلا استراليا جابته في تاريخ المشاركات تعال نجيب الارقام بتاعه في كاس العالم كان تيم كاهل اللي جابه في مرمى اليابان ماتش بتاع 2006 3-1 لو تفتكروا كان في جدل كتير اول ماتش ده طبعا هو راح 6 مرات طبعا من 74 اول هدف كان بتاع كاهل في اليابان وكنت بحب اول احتفال بتاعه فكان بيروح على الرايه ويعمل حركه البوكسنج طبعًا. دي فتيم كاهل طبعا اسطوره لانه الثلاث اهداف اللي مسجلهم في سجل المشاركات استراليا هي اللي مكتوبه باسمه بالظبط كده. مشكله استراليا في اخر مرتين شاركت ما نجحتش في تسجيل الفوز ابدا. النهارده نتمنى ان ده يستمر طبعا لان تونس في المجموعه طبعا انحياز ده المنتخب العربي التونسي لسه هنيجي على تونس يعني صعد نسخه 2022 بقطر عن طريق اللي قلناه بالظبط الفوز على الامارات 2-1 ثم الفوز بضربات الجزاء امام بيرو عظيم جدا. هنروح لفاصل بعد الفاصل بقى نيجي نتكلم عن منتخبنا الشقيق المنتخب التونسي بعد هذا الفاصل. اخر عنصر او اخر فريق في هذه المجموعه القويه جدا تحديدا فرنسا والدنمارك نتحدث عن المنتخب التونسي كيف يواجه هذه المنتخبات الكبيره في هذه البطوله. خليكم نتحدث اليوم عن المجموعه الرابعه في كاس العالم. تحدثنا عن فرنسا تحدثنا عن الدنمارك تحدثنا عن المنتخب الاسترالي والان ختامها مسك منتخبنا العربي الشقيق المنتخب التونسي رابع هذه المجموعه ان شاء الله ما يبقاش ترتيبه الرابع هو الرابع في ترتيب حديثنا النهارده وهو الختام المسك تونس طبعا تونس وحلم العرب وحلم مع المنتخب طبعا المغربي والمنتخب السعودي والمنتخب القطري بس تحديدا تونس عشان فيها مننا بقى فيها اللعيبه اللي بيلعبوا في الدوري المصري سيف الجزيري وعلي معلول. طبعا منتخب العربي التونسي زي ما انت قلت كريم ليه مكان في القلب بنتمنى طبعا الحلم العربي يكمل ان هم يوصلوا بعيد. مجموعه صعبه في دايما شعرايه بين التوقع والتمني. توقع ناس تقول لك بحسابات المجموعه فرنسا والدنمارك للدور الثاني. تمني طبعا بنتمنى منتخب التونسي ان شاء الله حتى يلعبها بحسبه كده يعني ايه اتعادل مع ده احاول اكسب ده وان شاء الله يعني يقدر حتى يقدم اداء يليق بالكره الافريقيه وبالكره العربيه ان شاء الله ان شاء الله. تعال نخش على طول على المنتخب التونسي يلا بينا. تشكيله المنتخب التونسي وقائمته خط او حراسه المرمى طيب ايمن رحمان طبعا الصفاقسي التونسي شير بن سعيد حد بن ستيري معس حسن النادي الافريقي وايمن المسلوسي النجم الساحلي. مين يبقى الحارس الاساسي؟ اعتقد هيبقى في اعتماد على ايمن دحمان اعتقد كده عظيم يعني بقى. ممكن جلال القدري دايما بيفضل ان هو يكون موجود خط الدفاع
ياسين مرياح طبعا نجم الترجي، وبلال العيفة الكويت الكويتي، ونادر الغندري النادي الافريقي، وعلي معلول طبعا باك ليفت النادي الاهلي. في اسم ثالث بيعتمد عليه جلال القدري، لازم طبعا اعتقد انه يعني هيضاف للمجموعه، هيكون معاهم في كاس العالم طبعا. هو ديلان برون اللي هو لاعب ساليرنتانا في ايطاليا طبعًا. دفع قوي جدا جدا، اعتقد جلال القدري هيعتمد عليه في كاس العالم. عظيم. وعندهم طبعا لعيبه في وسط الملعب مهمه جدا، طبعا غلال المساكني الترجي، وفرجاني ساسي الدحيل طبعا ده معروف جدا للجماهير المصريه وجماهير الزمالك طبعًا. محمد علي بن رمضان طبعا ده مستقبل الترجي ومستقبل تونس بعتقد في وسط الملعب، لعيب صغير جدا طبعا، خطوه لاوروبا اكيد. اتمنى يعني انه اللاعب يفضل في توهج. وسعد بخير لاعب ابها. الهجوم فيه اسامي برضو يعني مش غريبه على يعني ايه الجماهير المصريه، يوسف المساكني طبعا النادي العربي، القطري نعيم السليتي الاتفاق، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، وطه ياسين الخنيسي. لازم نتكلم على دي اسامي يعني لسه في اسامي طبعا كتيره تانية معانا، بس دي الاسامي اللي الناس هنا عارفاها. القدر لعب دور كبير جدا في وصول تونس بالشكل ده. تعال نفكر الناس، طبعا هداف الفريق في التصفيات المونديال هو وهبي الخزري طبعا، ده نجم الفريق طبعا. واخر مشاركه لتونس كانت ب 2018. خليك بقى سيب الارقام تعرض وانت قول اللي انت عايزه. اوكي. 2018 طبعا خرج من الدور الاول زي شقيقه المصري للاسف. تاهل جه عن طريق المباراه الفاصله مع مالي رايح جاي، وفاز المنتخب التونسي الحمد لله وتاهل لكاس العالم. تعال نفتكر نرجع ب مباراه عدى من دور المجموعات خلاص المنتخب التونسي ورايح يلعب ثمن النهائي دور ال 16، وبعدين بعد كده لاعب نيجيريا. المباراة بتاعت نيجيريا دي مدير الفني منذر اتصاب بكورونا، وكتير من الجهاز الفني واللعيبة اتصابوا بكورونا. صح. اللي قاد الفريق في المباراة دي جلال القدري. خلاص جلال القدري نجح انه يفوز على نيجيريا، وكان في حالة في الشارع التونسي يعني طرفعينه في السماء خلاص. طبعا جلال القدري زي ما هو مكتوب كده بيصنف انه مدرب طوارئ، وانه كان جاي بس اتعين كمدرب تاني مساعد في يونيو 2021. تتلعب الكاس الامم لو تفتكر ماتش نيجيريا، ومنذر الكبير يجي له يصاب بكورونا ويقعد في الحجر. جلال القدري يقود المنتخب التونسي بالفوز على نيجيريا، في مفاجاه نيجيريا كان واحد من المرشحين ليه طبعا. انه يفوز بالبطوله. بعد الفوز ده الناس كانت بتقول طب احنا عايزين الجمهور التونسي عايزين جلال القدري يبقى هو المدرب او الرجل الاول في كاس الامم. واللي حصل بعد كده في المباراه اللي بعدها خلى الاحساس ده تزايد، والمطالبه بده انه رجع منذر الكبير طبعا مدرب كبير وكل حاجه، لكن خسرت تونس امام بوركينا فاسو، فهم حسوا ان الفارق الفني او فارق في القياده انه لا جلال القدري هو الشخص اللي قادم. بعد انتهاء كاس الامم الاتحاد التونسي على طول اعلن تعيين يعني قبل اقاله او يعني قام باقاله منذر الكبير، واعلن ان جلال القدري مدير فني للمنتخب التونسي. لا. ثقه كان قدها وكان في محلها كريم، لانه في خلال 7 شهور بس قدر انه يوصل بالمنتخب التونسي لكاس العالم بالفوز على مالي رايح جاي، وطبعا بالتوليفه والمجموعه اللي عملها مع اللعيبه. فبالتالي بنتوقع ان انه اللعيبه في حاله يعني من الارتياح ان من اللعيبه ومن من من الجمهور التونسي ومن الشارع التونسي انه جلال القدري على راس القياده الفنيه. لسوء الحظ ولحسن الحظ، لسوء الحظ بمناسبه كاس العالم 2018 في كام مباراه كده كنت رحتهم بحكم شغلي وقتها يعني. فحضرت مباراه تونس وبلجيكا. وتونس خسرت 5، كنت قاعد في المدرجات في منتهى الضيق والزعل. وللاسف وقتها حتى علي معلول دي يمكن كانت من اقل مبارياته في تاريخه مع منتخب تونس اللي دايما فيها بيبدع ويتالق، بس الموضوع كله ما كانش حلو لتونس اليوم كله. المباراه فطالع انا زعلان، سواء بقى في الميكسد زون استني حد يخرج اعمل معاه لقاء. قدره ليه انه اول واحد يطلع لي او يجي قدامي كان تيبو كورتوا، فخدت كلمتين مش هقول لك حوار بس خدت كلمتين من تيبو كورتوا كلمتين حلوين. ده اول لقطه. بعدها في واحد ما كنتش بحبه خالص بس هو اللي طلع لي بعد كده، بس قلت برده كويس ناخد منه كلمتين. من بلجيكا برده؟ بلجيكا كنتش بحبه خالص. مين كنتش بحبه خالص تفتكر في بلجيكا وانا بشجع مانشستر يونايتد؟ دي بروين طبعا. لا مروان فلاين تحبوش خالص. كان هو بقى كان لسه مع مانشستر يونايتد، مروان فلاين عدى قلت هاخد منه كلمتين. ما تسيب النادي بقى، قلت له ما تسيب النادي بقى. هاخد منه كلمتين وخلاص يعني وقتها يعني. ان شاء الله تونس تعمل باذن الله بطوله احسن من البطوله اللي مجموعه صعبه فيها بطل العالم فيها الدنمارك، لكن يعني واثقين ان تونس هتقدم عرض مهم يليق بالكره العربيه الافريقيه ان شاء الله. ياسر انت شرفت ونورت كالعاده، بستمتع جدا وانت موجود. انا دايما بنبسط معاك يا كريم مع جمهورك الكبير. حبيبي اشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على ألف خير.